طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كعادتكم طبعا في أي مكان في أي محفل في أي يعني مؤتمرات ندوات أسلوبكم الهدر والضحك والناس تضحك ما أعرف أنت أصلا أول حاجة الزول بيجي بعرف عن نفسه أنا فلان كياني كذا حزبي كذا بنتمي لي كذا أنا منهجي كذا أنتوا أنا ما أعرف أنتوا خايفين من منهجكم مثلا ما بتعرفوا ما عارفين حقيقته ما بتعرفوا نفسكم أنتوا يا جماعة يعني أنصار السنة والوهابية في كل محل دائما بيهاجموا أنتوا ناس ما عندكم كيان أنتوا نفسكم ما واثقين منا يعني طيب يا أخي عرفونا نفسكم تعال اتكلم لنا عن المنهج حقك تعال اتكلم لنا عن أسلوبك عن منهجي أنا مذهبي كذا أنا بنتمي للأئمة الفلانيين أنت ما عندك تسلسل ذاتك أنت حدك هنا قريب 100 ولا 150 سنة ولا 200 سنة بالكثير علماء الأمة الإسلامية في كل بقاع العالم الإسلامي هم على ما عليه المتصوف الآن أنت التصوف ما بتلحقه أصلا ولا بتجي جنبه والله التصوف دين حق رضيت ما بيت رغم أنفك وأنف كل الذين معك أول حاجة طلبي الأول كان أنت اتكلموا عن نفسكم يا جماعة عشان أنا أغزكم أنتم منو شنو محل ما تجي طوالي فلان قال والشيخ الفلتلغاني قال وما عارف ذاك قال شنو يا الله سبحان الله من خلق زي ذل انتوا ما عندكم انتوا بتحبوا الدين ده ما بتعرفوا توصلوا للناس وصل رسالتك يا اخي عشان انا عارفك انت من ذاتك يا اخي تعال كتب انتوا مناقشوا فيكم في مناظرات في محاضرات دائما بتهزوا وما بتقعدوا ذاتكم انتوا انا ما عارف العاجبكم في شنو تجي تطلوا للناس ذل يعني وجوه معروفه محفوظه كلام محفوظ معاد والله اي محاضر حضر راسي بعد 200 سنه انتوا يا هو انتوا نفس اسلوبكم وحركاتكم ما بهم كثير يعني اصلا ما حد يتغير انتوا لانه اي الله يهديكم الله يهديكم والله من القلب الله يهديكم كده الورقه بس وي الله سبحان الله طيب انا ما حضرت من الاول لكن حضرت من بدايتك عن كلام عن قلم القدره وما ادراك اسلوب حضري يعني انت ما قلت معلوم اصلا في من الدين ذاته تميد بيصله نكرت انه قلم الغدره وما ادراك وقال وعشان يلبس للناس وده كفر وعشان يرمي لك كفر وبغاء ويجيك بينه شنو يعني ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اول ما خلق الله القلم في حديث فقاله اكتب ما بتعرف القلم ده انت ها سبحان الله والله انت بتلبسوا على العوام ليه يعني ويعني دائما بتستضيف الماء العكر بالمناسبه انتم ما تمشوا محل العلماء قاعدين ما بتقعدوا والله الناس كلهم عارفين الكلام ده يوتيوب فيسبوك اي حاجه واتساب كل وسائل التواصل دي غلب القدره هو الغلب المعروف خلق ربنا ده سبحان الله طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله كل كلامك كان بيدور في المحور ده دي مش ايه كريمه مش ربنا لو الزول لو اتقى ربنا ممكن يعلمه علم انت حاسده ولا مستكتر ولا مستكتر انه ربنا سبحانه وتعالى يحفظ زول دون زول يعني الكلام ده ما يعني دي ما يرادتك انت اتقوا الله زول اتقى ربنا وبقى من الصالحين ربنا علمه انت احتياجك في شنو احتاج مع ربنا معنا نحن طيب قلت ابو قرون قال شنو قلت الشيخ ابو قرون قال شنو لا قلت شنو ما عارف كظيم ولا شنو ما عارف يوم القيامه تلزم ابو قرون بيتلزم ولا شنو ما عارف حاجه زي دي يعني ابو قرون بيكونوا معاه طيب ما مشكله المشكله وين هاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالله ويحشر المرء مع من احب الناس يظنوا فيه الصدق والصلاح خلاص وانه زول من المؤمنين الصادقين ويحشر معهم ربنا سبحانه وتعالى يقول اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ربنا يحشرهم سوا انت محتاج مالك عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت كده ربنا قال كده انه الانسان يحشر مع الانسان اللي بيحبه والكلام ده كثير يعني استرسال فيه كثير وانت عارف يعني شنو يعني كان قال انه الناس اللي بيحبوني يكونوا معي كلام غريب طلع الصاي كله ما عارف كيف قال اي زول بيعرف اسمي بخش الجنه قال لست انا بعرف احمد طيب البشير انا بخش الجنه يعني طيب ابوي ابن سلول ما كان بيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بخش الجنه يعني بخش
بيخش السؤال لك انت ما بخش، لانه بيعرف اسما، لانه مخالف تماما لنهجه، لانه منافق بيشتغل ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه ضد في اي حاجه. انت برضه ضد في اي شيء، ما تزعل ان انا معاك ولا معاك. انت قال لك من الحكايه دي بالاسماء يا اخي، والله كلام كله زيف وبهتان وافتراس، ما في وزعت حاجه كده صايغه زول يستريم يستفيد منها في شيء. يا اخي انتوا ناس غريبين يا اخي. طيب طيب طيب، ديل ما عندهم علاقه بالتصوف، قال لما يتكلم لي عن الامام الجنيد والشيخ عبد القادر الجيلاني، يا حرام عليك يا اخي، برضه تزييف للتاريخ والحقائق كعادتكم، حتى في الكتب طمصة ونسخه جديده وما عارف شنو. يا اخي انتوا والله ناس، اكثر ناس اتبلد بيكم الامه الاسلاميه انتوا. طيب الشيخ عبد القادر الجيلاني من كبار التصوف، كل الناس بنعرف كثير من الطرق الصوفيه تنتمي للطريقه القادريه والامام الجنيد وابن تيميه اللي انت نطيت، انا عارفك نطيت مالك، لانه ابن تيميه شيخكم اشاد بالناس ديل وقال هؤلاء المتصوفه، حتى العباره بقول اما المستقيمون من السالكين كالشيخ عبد القادر عبد القادر الكيلاني يعني والامام الجنيد وسليمان الدارمي، قال هؤلاء يعني على الحق، مثلهم على الحق، يعني قال ديل ما بنلوم فيهم شيء. انت وكثير يعني من الاشادات بالتصوف وبالمتصوفه، انت لو دار تعيب تعال قول لي يا اخي الصوفيه عندهم حاجات بقت غريبه. المنهج الصوفي منهج سليم، منهج سليم رغم لانه منهج اسلامي حق، والله كلام كله هاتر وكلام زاده. يعني الزول لو دار يناقشك فيه بتقول لك ألف كلمه، في كلمه واحده بس تستحق المناقشه، كله باقيه ما في داعي لو زاد. طيب يعني يقول ابن تيميه عن التصوف انهم حق وانهم كانوا على الحق، انت عارفه تماما، والكلام ده كان ذكره طبعا، انت عارف ما في داعي اقول لك ذاته في جامع الرسائل. طيب انا لسه ما سالتك عنك انت ولا عن حاجاتك وخلافاتك واختلاقاتك وافتراءاتك في الدين اللي ما عندها حد، مسائلكم كل اي شيء مختلفين فيه مع الامه الاسلاميه انتوا على باطل، ما في جهه ذاتها بتأيدكم واحده بس تأيد انصار السنه ديال المف ولا الوهابيه، طبعا معطين من الوهابيه لكن في النهايه وهابيه انصار السنه كلكم واحد. طيب قال كلمه رضي الله عنه، انت رضي الله عنه، انت من اشد تقول رضي الله عنه، عرفت كيف ولا ما عرفت كيف؟ يا اخي انت هسه قبل لي وقلت له يا اخي الله يهديك هداك الله رضي الله عنه، كلمه دعاء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، انا قلت كذا رضي الله عنه دار ادعي له، انت مالك رافض مالك، انت ما بتحب الخير المسلم؟ انا والله انت قلت يا اخي الجنه دي له بيد، الصوفيه ما يدخلوا فينا ولا زول، لا معليش احنا ما كذا. انا قال له عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، مرت به جنازه يهودي بكى عشانها، قال له يا رسول الله ده يهودي، قال له ما اعلم اني يهود انه يهودي ولكن ابكي على نفسي فلت مني الى النار. نحن على النهج ده، ان لو الجنه ربنا قال لنا الجنه دي بعدين بيدكم بتخشوا كلكم ما تخافوا. طيب الشيخ العريان والله العظيم دي ما يصدقها ولا مجنون، مجنون ما يصدقها، وان كانت في الكتاب طبعا ما بيخفى على زول. كنا كان في رقم النقاش هناك في النشاط ويتكلموا عن ايه حقت الغيب وعلم الغيب، وناقشنا في الموضوع ده ونكروا وجابوا الكتاب ده، كتاب نفس الكتب دي، ده الكتاب حق ابن كثير. تعال في الايه في سوره لقمان، الايه بتقول شنو في اخر السوره؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. اتناقشنا في الايه دي كان، وقلنا يا اخي في التفسير انه ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب هو، لكن يعلم من يشاء من نبي مرسل او ملك مغرب او ولي صالح او عبد صالح، يعني التفسير كذا في ابن كثير ده. طلع النسخه قال هاكو نقرو، نادى واحد من الطلبه، جاء الطالب وقرا وما لقى الكلام ده، استغربنا. في نفس اللحظه خش واحد النت طلع النسخه الاصليه بتاعت ابن كثير، لقى الكلام موجود. يا اخي انتوا اي كتاب، اي كتاب محتدين عليه، انتوا ما عندكم حتى الامانه العلميه، الامانه الدينيه، الامانه الفكريه، اي شيء ما عندكم. كل الكتب دي مزوره، ابن كثير، رياض الصالحين، كلها تلقى نسخه، نسخه شنو؟ نسخه جديده، شنو عارف كلمه كذا ما عارف يقولوها. يا اخي علي الله، يا اخي انتوا والله العظيم وبال، مشكله كبيره طبعا. يا ريتكم تطلعوا للناس عديل عشان الناس يعرفوكم يعني. بعدين حكايه دي انكم ما تتكلموا عن نفسكم، انتوا طبعا معلمانيش مش معلمان، لان كل زول بيحب الدين، لان الناس ما عندكم فكر، ما عندكم دين اصلا، حتجي وتهتر وتقول الدار يعني ما فرقت.
طيب أنا أسألك سؤال، أسألك سؤال بعدين تيجي عليهم، مش من شغلكم، لأنه حاجة عامة بعدين بس أسأل بس يعني. طيب أول حاجة رأيك شنو في النقاب اللي أنتم بتنادوا بيه؟ هل هو قرآن؟ هل هو من القرآن يعني ولا سنة؟ سؤال. تمام؟ كويس. إذا جاءت الإجابة بلا بداخلك بعدين، وإذا جاءت بنعم برضو بداخلك. طيب تمام؟ احتذاءكم على العلماء وعلى الصالحين ده حاجة ثابتة يعني في علماءكم. طبعاً هسه أنا ما درس أقول لك علماءكم، هتقول لي يا أخي أنا ما بعرفه ده، لأننا بالمناسبة ناقشت مع زول ناس كثيرين والزول ده التقبيل استهترت به، مع إنه يتكلم كلام منطقي وواضح وكان متابع كينا ده. ناقشت مع ناس كثيرين، والله واحد هنا قاعدين في طلبة قاعدين، والله نكر قال لي يا أخي أنا ما صار سنة، كان في مزاد الاستواء وما أدراك ما الاستواء، ما علينا أصلاً كلهم كده في أي لحظة بيطوي يعني زي ديو الموية يعني تصحر وتروح. طيب عليك الله رأيك شنو في كلام الألباني فيه؟ طبعاً دل علماءكم يعني الناس اللي ما عارفين، خشوا النيت، خشوا واتساب، خشوا أي محل، ابن عثيمين، ابن باز، الألباني، محمد بن عبد الوهاب، ابن تيمية، دل المرجعية بتاعت أنصار السنة والوهابية، أرجعوا أي محل لو لقيتوا عالم عالم واحد من المسلمين أشهد بواحد فيهم، واحد بس قال لا، قال الناس الكويسين يا أخي، ناس ما أقرب منهم أتبر منهم يا محمد بن الوهاب أخوه سليمان أتبر منه في رسالة، ابن تيمية تلميذه ابن الذهبي رسل له رسالة ذهبية كلكم عارفينها، حتى قال لي فيها يعني تختار بين نفسك وبتمدح نفسك أكثر ما بتمدح الصحيحين، وليت الصحيحين تسلم منك وتطغى عليها ما عارف كل وقت بالتغيير والتبديل. يا أخي أنتم والله العظيم ما عارفين نفسكم أنتم منون وماشيين لوين، أنتم ماشيين زي احنا السلف، السلف منون بيل ده 200 سنة يا أخي، السلف محمد عبد الوهاب ده ما تم حرام عليكم يا أخي، في 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 كمية من القرون كلها كان المذاهب، التصوف ده انما هي صبغه بس، صبغه تطلع على الناس لانه تميزهم من غيرهم، لكن المنهج هو المنهج السليم لحد الصحابه والحضرة صلى الله عليه وسلم. ثاني انت تقول الدائره، لكن هي مجرد صبغه اسم عشان الناس يتميزوا، زي ما انتم سميتوا بوهابيه وزي ما سميتوا انصار السنه عشان تفرزوا نفسكم. شنو يعني من هاي؟ طيب الكلام، الكلام طبعا معكم ما بينتهي، ما بينتهي عديل، ودي دي شذرات سايه عشان شنو؟ بس على على حسب طريقه كلامك انك بتقول كلام ساي كما يسيل اللعاب زي ما بيقولوا، وبترميه ويضحكوا ناس وبيسكتوا ناس وانتهى الموضوع. طيب دي مسائل كثيرة، هي أصلاً والله مشكلة هذه. طيب الإمام الألباني إمامكم يعني في تعليقه على تأويل الإمام البخاري كل شيء هالك من لا وجهه قال هذا لا يقول به مسلم مؤمن، والكلام قال الإمام البخاري قال هذا لا يقول به مسلم مؤمن. طيب في أحكى كتاب أحكام الجنائز وبدعة طالب الإمام الألباني بإخراج قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي حتى لا يزر، كلام عجيب. قال ابن عبد الوهاب ده شيخكم طبعا الوهابية، الناس كلهم عارفين الحقيقة بالمناسبة، اللي بيسمع منكم والضحك ده والله بيمنوا في زمنه، والله الناس اللي حاسب تملى في زمنه بس ما أكثر. محمد بن الوهاب قال من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يدخل في دعوتنا فهو كافر مباح الدم، وهذا ما نشاهده الان في العالم الاسلامي من تكفير وداعش واسلاميين ما عارف كيف كيف كلهم، ده كلام الشيخ بتاعهم فهو كافر مباح الدم، يعني كلام غريب ده يا اخي. ده نقلوه عنه امام مفتي مكه احمد زين دحلان، نقلوا عنه ونقلوا عنه في كتاب مفتي الحنابله في كتاب السحب الوابله على ضرائح الحنابله. الكلام والله بطول وبطول، والله النقاش معاكم بيستمر لشهور وسنين، واصلا هو داير في 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 قنوات في اسمها شنو اللي قاعد تدار مناظرات. المشكله انتم ما قاعدين تقعدوا عشان تعرفوا الحقائق، انت انا والله اشك في انكم انتم قاصدين وجه الله سبحانه وتعالى، والله اشك بيقين، لانه مستحيل تكونوا انتم بتلاقوا الناس بوريكم الحق والحقائق وبقعدوا معاكم وبناظروكم بوريكم الحقيقه بين تسكت هنا وبكره تجد نطق في نفس المكان واحد جديد بنفس الطريقه بنفس الاسلوب بنفس الكلام مهما تقول. انا ما عارف يناقشوكم في شنو ذات ولا في شنو. طيب تمام. النقاب زي ما انتم بتبدوها، على العموم انا كنت بتمنى كل انكم تتكلموا عن نفسكم بدل ما تتكلموا من غيركم، وروا الناس اللي يعرف حقيقتكم مش هيكون حقيقتكم منو، تنتموا لمنو، سلسلتكم منو، لحد ما توصلوا لنا السلف اللي بيتكلموا عنه ودي، لحد ما توصلوا لنا الصحابه، لحد ما توصلوا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
كده أصلون الحياة دي ما تبقى فصاحة وصلاة لسان هاي معليش وآسف شديد. وتكلمت عن الأدب الصوفي والعريان أنا ما جيت للكلام ده بالصورة دي عليكم والله أي زول أقل زول في الفقه بيعرف إنه الصلاة للزول إذا ما لابس حاجة ساتر العورة الكبرى باطلة كيف تفوت على إنسان عالم وناس عارفين بيصلوا وراه كلام ده مستحيل طبعا. وحتى وإن ذكر لأنه قلت لك التدليس والحصل في كتبكم والإضافات والحذف الحذف تحذفوه ما بينفع معاكم بتضيفوا الدارين كلام ده عادي جدا لأنه ما بيخش في العقل مستحيل. وحياة كثيرة جدا ما بتخش في العقل حتى وإنتوا بتأيدوا بها موقفكم وبتقولوها على ملأ من الناس بتسخروا من العقول دي بالمناسبة ده سخر من العقول والله معليش وتشكروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نتلاقى ونتلاقى. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدث تكلم كلام وهذا الكلام ليس له مستند وإنما هي مجرد اتهامات وما أسهل أن أتهم إنسانا من البشر وأملأ أكثر من هذه الورقات سهل جدا لكن الكلام لما يبقى بالمراجع يبقى بالكتب وهو الآن بيتكلم عن إنه نحن بنستخف عقول الطلبة هما جاب ولا دليل وأنا في كلام هنا أنت نسبته للشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره داير أدلته لأنه لما أتكلم فيك بتقول أخواننا ديل ما بيتكلموا بدليل وهذا اللي جاب لك الكتب. أنا ما عارف تاني دليل لما أجي أتكلم عن زول في منهجه أتكلم عنه بأطو طريقة الليلة في حاجة يسمى نقدي شعري نقدي أدبي ونقدي غيره ونقدي غيره. لما أجي أنقد إنسان دارين مثلا في الغنى الحرام ده لو دارين يجي ينقد فنان من الفنانين بيجيبوا القصيدة بتاعته بيجيبوا بصوته بصورته عشان تمرق منهم العهدة وده كله حرام في حرام. أخواننا دل جابوا لك الكتب فهمت والكتب عندها أرقام إيداع لأنه الوهم الأخير الشغالين بها الصوفية إنه الحاجات دي ما حقتنا نحن لأنه شينا منكورة. وأنا بجي برجع لك إنه أي كلمة قالوا لك أخواننا دل دي من كتب الصوفية جوا وده باعتراف الصوفية ذاتهم. أنا ما أعرف أنت هل أنت شيخ طريقة جديد ولا الحاصل شنو عشان دار تجي تنكر لنا حاجات شيوخ الطرق الكبار مقرنا أمشي أرجع لخليفة الكباشي مقر بها الإزيري مقر بالكلام اللي أنت جيت نكرته في زهير الرياض مقر بالكتاب كله كتاب طبقات والضيف الله ده بقره في جامعة الخرطوم. وإنت كإنسان داخل كلية الطب مفروض تحترم عقود الطلبة لأنه الكتاب ده عنده رقم إيداع وفي حاجة اسمها قوانين المصنفات وما ممكن تقول لي أنتوا شوية أولاد وشوية مجموعة وكلامكم محفوظ وما قادرين أنتوا الصوفية تناظروا مناظرة علنية أو تفتحوا فينا بلاغ لأنه في حاجة اسمها حقوق ملكية فكرية. الليلة لو شلت اللحن بتاع قصيدة أو بتاع غنية من الأغاني ممكن يمشي يفتح فيك بلاغ ويغرموك ملايين. ده كتاب احتفلوا به في سنار بمناسبة إن عاصمة الثقافة طبع في جامعة الخرطوم طبعته الدار السودانية للكتب وهذه أرقام التلفونات قاعدة والوصف بتاع الدار السودانية قاعد يعني ما محل من النت زي ما أنت بتسوي سنت ده أنا ألقاه وين ذاته فهمت؟ لكن ده شارع البلدية السودان الخرطوم صندوق بريد 24-73 تلفون 78-0-31 فهمت؟ يطلب من الدار السودانية للكتب دفعوا فيه قروش اجتمعت لجنة من الناس قالوا الكتاب ده تمام بيقروا الآن في جامعة الخرطوم في كلية الآداب والاقتصاد ويدرس في جامعة السودان وأنا قريت جامعة السودان فهمت؟ فيبقى كتب التصوف ما مقرنا كتب التصوف بندخل رصيد ندق للتلفونات الخاتينة ورا هسيدي بنرجع عليها كتب البرعي دار الأصباط للطباعة والنشر التلفون بيبدأ بصفر 923 إن شاء الله بنلقاه واسي فهمت؟ كتب قاعدة ما عندك طريقة تنكر كتب زي دي فهمت؟ لما الزول يا أخواننا يتعصر يقول يا أخواننا أنا على باطل وتبتة ما يقول الكتب مدسوسة فهمت؟ طيب برضو الكلام بتاع زين دحلان مدسوس والكلام على ابن تيمية مدسوس هكذا أنت مسكت حاجة أسي؟ فيبقى يا أخواننا ده ما نقاش علمي نقاش العلمي إنك تمسك الكتب بتاعتك وتتبنى المنهج الصوفي بشينته بكعبته وتجي تدافع عنه وتجيب له أدلة من الكتاب والسنة. طيب قال كعادتكم أسلوبكم هتر هو من قبل قاعد يهاتر
وزي ما قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. قال أنصار السنة دائما ما بعرفونا بمنهجهم. أول حاجة نحن ما أنصار السنة، فهمت؟ ما أنصار السنة، نحن بنتبع للكتاب والسنة. ربنا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. بعد أقدر تبقينا أنصار سنة بالرجالة، تبقينا وهابية بالرجالة، على كيفك، ده بخصك أنت. طيب، قال أهل التصوف ما بتحصلهم ولا بتلحقهم، صح؟ ليه؟ طيب نشوف منهج الصوفية فوق شنو؟ منهج الصوفية بالكتب، فهمت؟ أنا ببدأ لك من كتاب طبقات والضيف الله. كلام ده نحن شغالين فيه من بدري، ما ممكن تجي تلعب علينا نحن في 3 دقائق أو 4 دقائق. طيب، وأنا دار الناس يحكموا بالكتاب والسنة، وتجي تجيب لي أدلة على الكلام ده، فهمت؟ برضو لو دار 14 فرصة بديك، ولو دار نقلب الآن مناظرة أنا جاهز، ما عندي مشكلة، فهمت؟ طيب، الصفحة 116 من كتاب طبقات والضيف الله بخصوص الأولياء والصالحين والشعراء والعلماء في السودان، قالوا الكلام ده بدخل بدخلك الجنة، ديل الصوفية قال، ونحن بنقول لك الكلام ده بوديك جهنم. وعائشة رضي الله عنها قالت لمسروق التابع الجليل لما قال لها لعائشة: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت له: يا ابن أخي لقد قف شعري مما قلت. قف شعري معناه شنو؟ معناه شعر جلدي وقف مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، وفي رواية: فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ومن حدثك أنه كتم شيئا من الرسالة فقد كذب. تجي دارين الصوفية آخر زمن طلعوا لي الأولياء بتاعنهم بيعلموا الغيب. أنا دارك تكتب عندك وتجيب لي دليل. ده الكلاس ويرك نمرة واحد، the first class work so as to give الأدلة من الكتاب والسنة على إنه الأولياء بيعلموا الغيب أو غير الله بيعلم الغيب. سجل عندك، ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال: والوسطى، الدرجة الوسطى. وأنا دار أي طالب دار يجي يقرأ طوالي تعال اقرأ الصفحة 116. قال: والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون. رأيك في الكلام ده شنو؟ ولا نمشي كثير، بس رأيك في الكلام ده شنو؟ إنه الولي ده في ترجمة دفع الله المصوبنا الشريف نسبه، جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شنجلوك قلبه. ده قال لك الدرجة الوسطى إنه بيقول للشيء كن فيكون. يا صوفية، اللي بيقول للشيء كن فيكون الله ولا الأولياء ولا الرسل ولا الملائكة؟ أنا داير فرصة اعتراضية ويقدر يجيب لي كلام، ولو داير تتحقق من الكلام إنه أنا كذبت على الزول ده، تعال اقرأه. ويجي طالب بيناتنا يجي يقرأه، تفضل فرصة اعتراضية، رأيك شنو في الكلام ده؟ تفضل فرصة اعتراضية، تفضل أديني دليل على الكلام بتاع الناس والضيف الله ذي، أديني دليل عشان أبقى معاك صوفي، عرفتها؟ يبقى ما في دليل يا ناس. في زول يقدر يجيب دليل إنه الولي بيقول للشيء يكون فيكون؟ وأبو جهل ذاته لو سألته بيقول لك الكلام ده كذب. وين الكلام ده؟ في سورة المؤمنون. أنت بتقول نحن بنهتر، نحن ما قاعدين نهتر. إن شاء الله بديك فرصة، دار تجاوب في النقطة دي، وبعد ذاك أنا بديك فرصة بعد أرد على الزول ده، ما في مشكلة. لكن لو دار تجاوب على دي تفضل، أو أي صوفي دار تجاوب إنه الولي بيقول للشيء يكون فيكون، خلاص ما مشكلة، خليه لما يجي دورك تعال بعدين. دي ما بتتقابل، صح؟ كبيرة ما بتتبلع، شوكة حوت لا بتنبلع لا بتفوت، دي كبيرة. أوعك تورط نفسك مع الودة، والله يورطك، فهمت؟ دي كبيرة ما بتتقابل. ربنا قال في سورة المؤمنون: لو شاكي جيب مصحف هسي. ربنا قال لأبو جهل، للنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ربنا قال: فسيقولون لله قل فأنا تسحرون. أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط بيقول لك اللي بيقول للشيء كن فيكون الله. يجي الصوفية بتاعنك وتجي تقول لي والله ده منهج حق، تقول ده منهج حق ودار تجادل فوقه،
ده منهج حد، ده منهج وديك الجنة، هو منهج أبو جهل بيقول خلافه وبعد ده أبو جهل في النار. تجي أنت تقول لي أبو الشيخ بيقول لي شيء كن فيكون، وتجي تدعونا تقول لي وعامة الأمة ما معك، ها يا زلمة بتستحي؟ ما بتخجل أنت؟ الكتب دي ما قريتها أنت؟ خشيت الصوفية دي كيف تتورطت يا ولد؟ والله الكلام ده كبير يا أخواننا. نحن أبجديات الدين، أبجديات الدين، دارين يشككونا فوق الصوفية. ربنا قال في أواخر سورة ياسين، أنا متأكد لو سكتت الطلبة ذي الكتب بيقروا لك الآية دي، ربنا قال إنما قوله ها إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا طلبة ورونا، يا نحن مسلمين عديل القرآن ده حق نباريو ولا كلام الزول ده باطل؟ لو كلامه حق ورونا، والله أنا بخط المايك ده وبفوت برجع. ها دار تجيب دليل على الكلام ده؟ بس دليل على مسألة واحدة، تاني لو دار مناظرة بناظرك، بس النقطة الوحيدة تجيب لي دليل على كلام الشيخ ده إنه الأولياء بيقول للشيء يكون فيكون. لو ما عندك غيره، لو ما عندك غيره ما تخش، لأن أنا ما هاوي بتاع نغاش وغلال. بس نقطة واحدة، إذا في دليل، إذا في دليل، معلش ما بس عشان الناس يكونوا واضحين، إذا في دليل دار تجيب لي دليل إنه الأولياء بيقول للشيء يكون فيكون حبابك. لو ما عندك وعندك كلام تاني بعد أن أنتهي بفتح لك فرصة، لأنه دي فرصة اعتراضية. تفضل. أنا زي ما قلت الكلام معاكم ما بينتهي أصلاً يعني. طيب بس نقطة واحدة، معلش أنا جداً علق عليها النقطة دي. لا لا خلي الكتاب عندك. أول حاجة أبدأ لك بكلامك البديل بيو بتاع الكتاب، رقم الإيداع ورقم التلفون. معلش معلش خلاص معلش معلش خلاص طيب معلش طيب أرد لك طيب أرد لك على هناك رد عليها تفضل. طيب أنا كلامي قبل ما كان في إنه بداية الكتاب، أنا قصدي الكلام جوا فيه تغيير. أنسى طيب أنسى أنسى أنسى. لا ما بنسى ما بنسى خلاص. أرد لك أرد لك. لا لا ما ترد لك معلش. ده شغل يا أخواننا بتاع لولوة يا أخواننا. في مسلم، في مسلم بيقعد يكورك في إنه الله بيقول للشيء يكون فيكون؟ في مسلم بيكورك في أن الله بيقول للشيء يكون فيكون؟ ها شوف شوف أنت جبالك قلت يا أخواننا، ما عشان ما يبقى النقاش كواريك ساكت، معلش يا أستاذ، عشان يا أخواننا النقاش ما يبقى كواريك ساكت. أنت جبال قلت منهج الصوفية حق، أنا لو داري أعرف منهج الصوفية برجع للكتب الصوفية، أنت ما مرجعية للصوفية. طيب أنا قلت لك من ضمن منهج الصوفية إنه قالوا الأولياء بتاعنهم بيعلموا، إنه الأولياء بتاعنهم بيقول للشيء يكون فيكون. قلت لك يا كلام الشيخ باطل، يا تجيب لي آية من الكتاب والسنة إنه الأولياء بيقول للشيء يكون فيكون، ويبقى الآيات غلط. بس رد لي على دي. بعد ذلك لو عندك نقاط ثانية أنا صدر رحب، لو للمغرب بقعد معك. الكلام ده مش نجيط بس عشان ما نقعد نتغلى. تفضل ده الكتاب. طيب يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، في الحديث القدسي، حديث طويل لكن القاصدين من الكلام ده طبعا يا جماعه الكلام بتاع انه الزول يقول للشيء يكون فيكون، الامر ما كله بيده، الامر بيد الله سبحانه وتعالى، مفرغ من الكلام ده. انت بس عندك سوء فهم، انا اعمل لك شنو يعني؟ اي شيء مرد لله سبحانه وتعالى، حتى الكرامات اللي بيتكلم عنها مردها لله سبحانه وتعالى، لكن يجريها على عبده الذي احبه. في الحديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى يقول في 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 الحته الجزئيه دارينها، يا عبدي اطيعني اقول للشيء يطيعك، مع الجزئيه دارينها. الكلام ده فيه جزئيه دي، لو ما لقاك بلاقيك عليك الله، بس انت مداركك، اذا انت مداركك ضيق انا اعمل لك شنو يعني؟ انت تقرا لك كتب ملصقات صغيره صغيره وتيجي تتكلم. طيب يا عبدي اطيعني اقول للشيء يطيعك، يعني يكون فيطيعك، ده الحديث. طيب لا دي الجزئيه المقصوده من الحته دي. طيب الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه دقيقه 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 بدخلك سبعة دقيقه والله صدري رحب معك. طيب يا اخواننا بس عشان نمشي يا اخواننا واحده واحده، نحن والله ما جايين عشان نسي زول ولا نشتم زول. اخونا ده لو الحق معاه انا واجب عليه اتابع، ولو الحق معي انا الواجب عليه يتابع، الحق ما يتابعني انا. كلام كعب يا ناس، كلام ما كعب. طيب يا اخواننا، هو الان داري يجيب دليل على كلام الصوفيه انه الولي بيقول للشيء كن فيكون، تمام؟ قام الدليل الاول الجابه هو حديث، وهو ما حافظه، وهو حديث قدسي ولكنه حديث موضوع، اتفق، معلش يا اخونا، اتفق العلماء على انه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو انا كذاب مش النت قاعد
جيبوا لي الحديث ده في واحدة من كتب المسلمين. الحديث ده جاي من الشيعة، كتاب بتاع الحر العاملي وكتاب بتاع الكافي للكليني وغيره من الشيعة. ما في واحد من علماء المسلمين حتى من علماء الصوفية بياخد بالحديث ده. أتحداك جيب لي عالم من علماء الصوفية قال إنه الحديث ده صحيح. لا لا ما تقول لي بس يبقى الحديث ده باطل. طيب يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده شنو من النار. انا لو جبت اي بل مش كده، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث، ركز معي في الحديث، يرى يعني هو ما متاكد منه انه كذب فهو احد الكاذبين. يعني انا لو قلت لكم حديث وانا ما متاكد منه ورويته لكم ابقى انا كذاب. دار تجي تثبت لي عقيده انه الاولياء بيقولوا للشيء كن فيكون بحديث بتاع شيعة وحديث ما عنده اصل ذاته. وريني وين في البخاري في مسلم. الدنيا يا اخوانا الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى قال لي الايه دي وريني اعمل لها شنو. ربنا قال انما امره، انما دي اداه حصر، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحانه ليه ربنا قال سبحانه؟ سبحانه معناه شنو يا اخوانا؟ معناه تنزيه لله أن يشاركه أحد من خلقه. ربنا جاب سبحانه في المحلة دي ليه؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. طيب إذا قلت الحديث ده في جيب لنا الحديث ده وين عشان ناس نبقى معاك. فهمت؟ إذا عندك دليل تاني جيبه ولا توب من الكلام ده. تفضل. موضوع ما موضوع ده بخضوع بخصك انت طبعا، بعدين انت تفني توقف تضعف، ما انتوا كلكم معروف الناس بتعرف الألباني مضعف ميات الأحاديث الصحيحة من البخاري ومسلم. أنسى كلام كثير أنت ده عندك أنت. طيب دقيقة أنت اديني فرصة قدر ما بتاخد. طيب أسمع يلا أقول لك الحديث الثاني برضو قول لي موضوع كويس. طيب الحديث القدسي الثاني أنا عند حسن ظني عبدي بي لحد الحتة الجزئية دارينها من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أغرى منه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته لو أحد يزغدسي فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. طبعا حديث قدسي برضو قول لي موضوع. طيب دقيقة ما أنا الله أوريك الفهم ما أخذ كالعام. أنت ربنا بقول كذا أنت تجي تقول للزول ده ما يقول هو ما قال عليه كلام ربنا، هو كلامه وأنا على كلام ربنا. سؤال لحظة بعدين الحديث يقول عليه. طيب الحديث البعد رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ورب أجعس أكبر زي تمرين لو أقسم على الله لأبره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ثاني بيفهمك الحديث أنت والمعك. طيب يا اخواننا ده تهرب واضح. اول حاجه الحديث الجزئيه الدار استدل بها ما عنده علاقه بحديث اذا ذكرني في انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه فان ذكرني في ملأ فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. ده الحديث هنا انتهى. ده بقرونا له سنه اولى سلفيه في الروضه. ده نمره واحد. الحديث اللي انت دار تستدل به الحديث اللي انت دار تستدل به وما حافظه جاري تحديث الرساله لسه وما حافظه. انا كنت دار اتكلم معك كلام علمي لكن بنزل لك لمستواك. فهمت؟ الحديث اللي انت دار تستدل به حديث من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. الحديث في كتاب التوبه من صحيح الامام البخاري. انت اللي عرفك انت العرفتك شنو انت وانت قاعد ترفع في تا 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 تنصب في تا المتكلم ها؟ قال وإذا لئن سألني لأعطينه الحديث عرفته. فقال فإن ذكر الحديث قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي قال مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وعينه التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث قاعد في صحيح الإمام البخاري. لا فهمي أنا لا فهمك أنت. شرح ابن حجر رأيك شنو؟ أنت أسف يمتو أنت براك
براك انت عامل فوق ابن كثير براك، فهمت؟ والحديث شرح ابن حجر، انت مسكين يا اخواننا، انت زول جاهل، ودي جريمه يا اخواننا، كون الزول يتكلم من غير علم دي جريمه ولا ما جريمه؟ ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الليله عندكم في كليه الطب، انا مثلا استاذ مهندس اي حاجه، فتحت عياده وكتبت اخصائي الكلى وبقيت اعالج الناس، محاسب بالقانون ولا محاسب؟ محاسب ولا ما محاسب؟ ليه؟ يبقى الطب الزول ده مات، ممكن يخش الجنه، ده كان مات ممكن يخش الجنه الزول اللي بيعالجه المسكين ده. لكن لو لعبت انت باديان الناس وزول بيموت وهو ينادي غير الله، ده بيمشي النار، لانه ربنا قال في اواخر سوره المؤمنون ولا ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فدي جريمه كبيره، وما ممكن الدين يكون عندك ارخص من الدنيا بتاعتك، عرفتها؟ فما تقعد تفتي ساكت، افتي ساي. ابن حجر قال الحديث ده بيتكلم عن، قال هذا من اعظم، وشرح ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح 40 حديثا من جوامع الكلم، هو من قبل بدايه كلامه قال انتم ما معاكم عالم، انا اسي جبت لك ابن حجر وجبت منه، وجبت ابن رجب الحنبلي، وهو جاب روحه بس جه هو وركته، ما جاب معه اي زول، فهمت؟ فالعلماء شرحوا في الحديث ده قالوا في قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، قالوا اي ربنا سبحانه وتعالى يوفق ما يسمع الا الحلال والشيء الطيب اللي بيقربه لله، يسمع القران، يسمع حلقات الذكر، يسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويده التي يبطش بها ما يبطش بها في حرام، ما يسرق بها، ما يشيل بها حق ناس، ورجله التي يمشي بها ما يمشي لمحلات الحرام. قال بعد ذاك ابن حجر قال وقد استدل بهذا الحديث قوم من الزنادقة. ده ما أنا، ده ابن حجر. يا ناس يلعبوا بأدياننا بديننا، يا أخ أبو جهل، ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ربنا قال لك أبو جهل فسيقولون الله. أبو جهل بيقول الله، إنت يا كافي البلاء تجي تقول لي الولي بيقول لي شيء يكون فيكون، ولسه اديك لها صفحة 116 لسه الكرامة ما تمت، هيك أي كبيرة أنت قايلها ساي الليلة تورطتها ود الحلال، والله ثاني زول يبقى صوفي ماف، لأنه الكلام ده يا أخوانا ده كلام لا بخش عقل ولا عنده دليل. طيب قال أن يعطيه الله الدرجة الكونية، إذا قال للشيء يكون فيكون، وهذا مقام دفع الله ولده، ولده بس بيقول للشيء يكون فيكون، هو كيف؟ قال والكبرى هي درجة القضبانية إلى آخر ما قال، ولسه في كلام كثير. أنا بس خليني جيب كتاب زهير الرياض أمرقوا برا، وده اعترف به ولزيرك في مناظرته مع الهواري عشان أوسق لك الشغلة، وهسي لو داير أفتح اليوتيوب غناة أحمد بكر الصوفي زولكم ما حقنا نحن. ربنا سبحانه وتعالى قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أنا الكلمة اللي بقولها هنا دي مسؤول منها، عشان كده ما ممكن أفتري على زول، حتى لو كان مش مخالف لي، لو كان كافر ذاته ما بفتري عليه وكذب زي ما انت بتسوي الان. وهسه انا بفتح لك فرصه اوريك كلامك فارغ ساكت. طيب خليه قاعد. قال كلامكم معاد ومحفوظ. القران ده له كم؟ القران له كم؟ 1400 اكثر من 1438 سنه. اها رايك فيه شنو؟ ما هو الموضوع في انه معاد ومحفوظ ولا معاد وما محفوظ؟ الكلام في انه هل القران ده بينفعني؟ هل انا بنتفع به؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل شنو؟ الحمار يحمل اسفارا. ربنا ذم ناس لانهم ما انتفعوا بالكتاب اللي ربنا نزله لهم. فانت ما انتفعت، كل مره بتسمع في التوحيد اخواننا بوروك ويكرروا في الكلام، وزمان المثل قال معلش انت بتجيني مقنطره اسوي لك شنو؟ ما لازم اعكسك، فهمت؟ زمان المثل بيقول لك كثرة التكرار بتعلم شنو؟ تعلم الشطار مش؟ وفي رواية أخرى خليها ضعيفة قد تكون موضوع. المهم فما ممكن يكرروا لك ولسه بتقول للشيء يكون فيكون، فهمت؟ طيب أوعك تتماسخ يا ولد، والله نحن أمسخ من مويت الترمس، فهمت؟ لكن هذول اللي بيجينا محترم من الطلاب الأفاضل أو الطالبات الفضليات وبيجي يسأل سؤال بتاع فائدة وما بيتعند وما بقول كلام ذاته ما عنده علاقة بالعلم وكلام ما عنده علاقة بالفهم وما عنده علاقة بالبحث العلمي، ها كده انت بعد ذاك بتورط روحك في المضايق دي، فما تضيق على روحك يا ود الحلال. طيب
قال حديث أول ما خلق الله القلم، أظنه بيتكلم عن الكرامة بتاعت أحمد الطيب، جاءتني صحيفة من قبل الحق مش؟ طيب جاءتك صحيفة من ربنا سبحانه وتعالى لأحمد الطيب، معنى أحمد الطيب ده رسول ولا كيف يا أخوانا؟ ربنا قال وما كان لبشر ده قرآن، أنا بديك أدلة، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بعدين ركزوا معي يا أخواننا في سورة الإسراء، المشركين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب من السماء من أجل صالح الرسالة والنبوة، ربنا ما نزل للرسول صلى الله عليه وسلم كتاب، ربنا ينزل لأحمد الطيب كتاب عشان يغفروا لأهله. ربنا قال في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف. المشركين بخاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور عشان يعجزوا في فهمهم هم، قالوا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من الله نقرأه بعيوننا ويكون الكتاب ده فوق إنه قصي ابن كلاب بيمرق من القبر وبقول للناس آمنوا بمحمد حتى بعد ذاك نؤمن به. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ربنا ما نزل للرسول صلى الله عليه وسلم كتاب، كيف ربنا ينزل لأحمد الطيب كتاب في الصفحة رقم 200 من أزاهير الرياض الاعتراف به شيخك الإزيري في مناظرته مع الهواري؟ كيف؟ قال جاءتني صحيفة من قبل الحق مكتوب فيها بقلم القدرة سلام قولا من رب الرحيم، والآية دي ذات استدلال بها زي استدلال الودة. ليه؟ لأنه الآية دي بتخاطب أهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم، هذا خطاب لأهل الجنة وليس خطاب للسمانية والصوفية دعاة الشرك والباطل والإلحاد. دار تمشي جهنم عديل سوي لك طريق، ما تبارينا نحن، كتاب وسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم بتنجو أمام الله، لكن تقعد تباري الصوفية والكلام الباطل والله يضيعوك. وفي كلام كثير لسه، خلينا نرد على شبهة وتاني أرجع له. طيب قال دار استدل له، قال ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. شوف حتى لو جيت بعلم، نحن علمك ده ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن الإنسان إذا أخذ بأسباب العلم واتقى الله وابتعد عن المعاصي سييسر الله له العلم. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والشافعي قال شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله شنو؟ لا يتاه عاصي. فما معنى واتقوا الله ويعلمكم الله؟ إنك حتتصرف في الكون وحتنزل المطر زي ما قال شيخك الخنجر، قال نحن قال عندنا شيوخ بيدوا المطر على حسب الطلب، داير مطر بعشرين، مطر بخمسين، عندك ثلاثة، والله الكلام ده قاعد فيديو ما في زول عنده هنا، هاي أمرقوا خلينا نسمع الأخواننا ديل عشان يعرفوا حقيقة الصوفية. قال عجبك عجبك، ما عجبك أمشي أفتح بلاغ في الشرطة وشنو هو؟ ها؟ قال يجيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، أهابي تسأل الله وبرضو ما بديك مطر، كده يفتح البتاع ده، ده صورة وصوت. وآخر حاجة قال الصوفي الخنجر، قال أنا عندي 70 دليل إنه الأولياء بنزلوا المطر. أسمع الكلام، منع الناس المطر ذات مرة ومنع المطر عنده أسباب، فذهب الناس يبحثوا، نحن في السودان مرات بنشر المشايخ بندفع القروش يقولوا ياسين بتنزل الأمطار والمطر زاد مرات بيدوها على حسب الطلب. عجبك عجبك ما عجبك أمشي أفتح لك بلاغ في الشرطة، في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب، في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب. كفاية الكلام ده واضح، ربنا سبحانه وتعالى ما كلام واضح. درس واحد فيهطل المطر هنا لأنك دفعت البياض وتحرم أنت وما بينهما إلا السلام. قالوا له والله نحن جيناك ودايرين مطر
عرفتها؟ وما بينكر ذاته، هسي لو دقيت للخنجر بيقول لك تاني. وربنا سبحانه وتعالى قال: ألم يروا أنا نسوق، البسوق منو؟ المطرة دي البسوق منو؟ بسوقوها الجماعة دي الناس بسوق الليل بسوق الليل ها؟ ولا بسوق الله؟ ربنا قال: ألم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرزي فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ أتلقى الصوفية ململمين وعاملين لهم دغمة فهمت؟ وحيران وجوطة ودلاليك وكشاكيش كويس ويأكلوا. ربنا قال لك أنت بتأكل، المطر النزل لك منه ده في صورة شنو؟ السجدة. هناك في صورة الواقعة ربنا قال: أفرأيتم الماء. يا أخوانا والله أنا بس دار أعرف حاجة، أنحنا كمسلمين ليه هسي عندنا خلاف إنه المطر بنزل منه؟ ها يا صوفية، ليه نحن مفروض نتناقش ويكون في أدب ويكون في بتاع في إنه المطر بنزل منه؟ يا أخوانا والله طيب نقنع الكفار كيف كده؟ وروني أنا بديك حاجات هنا إبليس مغر بها، البرع ما بغر بها والله الذي لا إله غير. ربنا قال: ألم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الآية. ربنا قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون. شوف التحدي ده كيف، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نحن ديل منو؟ ديل الصوفية؟ ديل الصوفية أخوانا ولا ديل ده منو ده؟ نحن ده ضمير بتاع تعظيم لربنا سبحانه وتعالى، الجمع هنا للتعظيم. ها أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يا أخوانا ده القرآن الواضح، نحن لا بنختلف في مسألة وفيها الأئمة الأربعة وماذا قال أبو حنيفة، دي ما فيها خلاف بين أي واحد من المسلمين إلا مع الصوفي. طيب حتى إبليس في المسألة دي مقر بها، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس ذاته مغير إنه الله خلقه. طيب نمشي للكلام، كثير وكلام ما جاء فيه. قال ابن تيمية مدح التصوف، ابن تيمية مدح التصوف ومدح عبد القادر الجيلاني، وقال المصدر جامع الرسائل، معلش النمرة غلط ما جامع الرسائل، المجلد 11 من مجموع فتاوى ابن تيمية، قال عندي في البيت فهمت، من الصفحة 481 وانت ماشي لقدام. طيب ابن تيمية رحمه الله قال في ناس نسبهم للصوفية لكن ما كان عندهم عقائد شركية ولا كان عندهم المسألة بتاعت الاستواء الأشار لها وما قدروا يخش فيها دي، عرفتها؟ ما بقولوا إنه الله في كل مكان أو إنه الله لا خارج العالم لا داخل العالم لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال، ما بقول الكلام ده. قال وإنما هي نسبة للتصوف، وقال دال عندهم عقيدة وعندهم عبادة وناس علماء، عرفتها؟ ونحن هسي بنقول لك ناس الجنيد، لكن قال وده الكلام اللي انت ما تميته، لكن قال انتمائهم إلى التصوف بدعة، لأنه لو جيت قلت لي التصوف يعني الزهد، نحن ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا إنه نبقى صوفية وإنما كلفنا نبقى زاهدين، عشان ما تجي تنجر لنا مصطلحات ذاته. ها لا 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 أول لا لا آخر. بعدين مسألة ابن زيد كان في حلقة الحسن البصري، قام سمع إنه عيسى بن مريم كان بيحب الصوف وبيزهد وكده، وربنا سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في خطبه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبس القطن لا يلبس الصوف. بل في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت صنعت له جبة من صوف فعرق فيها فوجد فيها ريح الصوف فألقاه، فهمت؟ لأنه أنا ما أقول لك عفي أنت قول لي ليه وجرحتني وبتاعه فهمت. فنرجع للموضوع التصوف، الآن الصوفية في التلفزيون اللي بيجيبوه بيقولوا لك نسبة إلى الصفاء، صفاء القلب وصفاء النية، وهذه النسبة من ناحية لغة عربية غلط، لأنه النسبة إلى الصفاء شنو يا أخواننا؟ صفائي ها؟ وليس النسبة إلى صفاء صفائي، والنسبة بتاعت الصوف ما عندها علاقة بالصفاء. في ناس بيجي يقول لك يا أخ لا التصوف هو الصف الأول أو الصف المقدم بين يدي الله، برضو غلط. ليه؟ لأنه النسبة إلى الصف شنو؟ صفي وليس صوفي. في ناس بيجي يقول لك لا التصوف ده من الصفوة، صفوة خلق الله، برضو نسبة شنو يا أخوانا؟ غلط من ناحية لغة عربية. ليه؟ لأنه النسبة إلى صفوة شنو؟ صفوي وليست شنو؟ صوفي. وأي نسبة تانية لو جبتها جديدة غالتها فوق سيبوي بنرجعك للقواعد، فهمت؟
فده كله يا اخواننا التصوف باطل. ربنا ما امرك تبقى صوفي، والطرق دي كلها طرق باطل. انا بس داير امشي سريع عشان افتح لي الكلام من جوع. قال محمد بن عبد الوهاب تبرأ منه اخوه، ابراهيم عليه السلام تبرأ منه ابوه. اها حل علي اسي ده موضوع يعني؟ ما الموضوع في انه تبرأ؟ الموضوع في كتب محمد عبد الوهاب. في زول شايله من اخواننا نمرق لك اسي طلع لي منها غلط، طلع لي منها غلط. متى تقول لي سليمان كان عنده راي في اخوه وداك ود عمه ما اتغالت معاه؟ ده ما بحل لك يا اخونا الكلام ده، ما تقوله هنا. الكلام ده مش يقوله لناس ناس ما مستنيرين، ناس النازي خشت الجامعه بعد ما قرت وما شاء الله نظارات كثيره، والنازي بتقرا فهمت، وناس بتفهم، ناس في مرحله بتاعت بحث علمي فهمت، فما تجي تخم الناس ساكت عرفت. فده ما موضوع. طيب قال الذهبي ذم ابن تيميه. ده اخواننا كذب كويس، ده اصغر كتاب له اسمه الاصول الثلاثه وادلتها. لو دار تطلع غلط نديك له لغايه فرصتك تطلع منه غلط، ما في مشكله. ما معصوم محمد بن عبد الوهاب، لكن كلامه ده كله مساله بدليل من الكتاب والسنه. لو خالف العلماء اقول له خالف مالك ابو حنيفه كده يكون الشغل نجيض فهمت. محمد بن عبد الوهاب ما كبير من الحق. وانا ابشرك محمد بن عبد الوهاب في السعوديه ابن باز قام جابوا له في جريده اسمها عكاظ او واحده من الجرائد إن وزارة السياحة السعودية دائرة تعيد ترميم بيت الشيخ محمد عبد الوهاب باعتباره إنسان رمز في الدولة السعودية. قال اللجنة الدائمة اطلعت على الموضوع ده وقد أفتت اللجنة الدائمة بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب باعتباره وسيلة وذريعة من ذرائع الشرك. شغل نجيض أنت قال هناك بيلعبوا، تجيب لك حجاب وتبيع بخرات فهمت وهوس. هنا ده هنا لو شفت البخرات تتعجب ذاته، بخرة تلقاها كلها نجمة ومربع، تدار تحاول رصيد انت فهمت؟ او الساكت ده ما دين ذاته حرام كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرقى والتمائم والتولة شرك. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاف كده والله نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان الشيوعيين هسي انت خلي كنا دارين نجي شيوعيين براك خشيت في النص. الشيوعيين بيقولوا والله نحن مع الطيور، نحن بنقول والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهمت. ربنا قال وان تطيعوه شنو تهتدوا فهمت. فخليك ود نجيض يا اخ، ما تجي ما تدافع لك عن منهج. والله المنهج ده لو اديته لاي غنمايه ما تدافع عنه. خليك طالب واعي، طالب واعي اجي دافع لي عن كلام زي ده. انا ما بجي بفتح لك كلام هسي. طيب فالذهبي عنده كتاب اسمه معجم الشيوخ قاعد عندي في البيت. قال من شيوخه احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني. ده من شيوخه ذاته. تقول لي زماو الامام الذهبي فهمت. فده كله كلام عجيب. طيب انا ارجع لك لبعض الصفحات الموجوده هنا في كتاب ظهير الرياض، الصفحه 134 وانت ماشي قدام. قالوا دي الكرامات، وهو هسي داري اصل انه الكرامات بقدره الله. طيب ما انت تكلمت كثير وانا سكت لك، وربنا سبحانه وتعالى نرجع للكتاب والسنه، اديك فرصه ما اديك، نرجع للكتاب والسنه. ربنا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ربنا سبحانه وتعالى قال لما زول يتكلم الثاني يسكت وين؟ ربنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون شنو؟ احسنه. انت قبيل وقت قاعد تبرطع هنا انا سكتت وعارف كلامك خارم باري بالمناسبه، لكن استحملت نفسي وشديت على نفسي على اساس انك تنتهي واوري الناس الحاصل فهمت؟ فانا صبرت فانت اصبر. ومن الادب النووي ذاته النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابو الوليد قال لو جئت بامر فرقت به جماعتنا و الى اخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلاه انتهى قال لو افرغت يا ابا الوليد، انت اعتبرني انا كافر عديل فهمت، وخليني بعد انتهي بعد ذاك رد علي زي ما انا خليتك تنتهي وبعد ذاك جيت رديت عليك، مع انه انت طعنت في اللغه العربيه تاع المتكلم عملتها تاع المخاطب برضه ما سالتك، يمكن سيبويه بعدين يزعل مني فهمت. وتاني جيت كذبت في فهم الحديث القدسي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجيت حرفت المعاني بتاعته، جبت لك كلام ابن حجر. فما تقعد تلعب ساكت، خلينا نوري الناس ما تقاطع. طيب ده اعترف به شيخك ذاته، شيخك ذاته. طيب قال الفصل السابع في كرامات احمد الطيب البشير، قال في بيان ما اكرمه الله به من فسحه اجل من حضرت لقبض روحه ملائكه القبض عليهم السلام وشبه ذلك. ولو اي طالب والله داير مني الكلام ده يقراه والله بيصدر رحب اللي يقراه، وانا ما عندي اي مشكله عرفت كيف. هنا قال الصفحه 134 حدثني الفاضل الصالح الشيخ الحسين ابن الفقيه ابراهيم الخليل ابن الفقيه محمد الأغبش قال مرضت مرضا أشرفت فيه على الهلاك إلى أن يئس كل الناس من حياتي. قال فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي. ركز معي في الكلام ده،
نتم الكلام نتم الكلام ده ونمشي الصلاة ما في مشكلة. لأنه نحن ما زي الصوفية اللي بيقولوا نحن بنصلي في مكة، وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة. فقال قال قال الزول ده قال أشرفت على الهلاك وجاءت ملائكة القبض لقبض روحي. قال فرأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وهو قريب منهم يقول لهم للملائكة أما قلت لكم لا تقبضوا روحه، فرجعوا عند ذلك. شوف الكلام ده كيف. وربنا قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وربنا قال في سورة الواقعة أنا بديك آيات وإنت ما دار تسمعها، وبديك أحاديث وما دار تسمعها، وأنا ما عليك بمسيطر. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الواقعة مش ده قال طرد ملائكة الملائكة اللي بتقبض الروح. ربنا قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ شنو تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن شنو لا تبصرون. يعني أحمد الطيب ما بشوف الملائكة بتاعت القبض، يبقى ده زول كذاب وزول دجال وده دجل ولعب بعقيدة الأمة الإسلامية. عرفتها؟ نحن إن شاء الله نقف عند الحدة ولسه في نقاط الزول ده قال صفحة كاملة أنا ما رديت على نجي إن شاء الله نرد على. ونحن ما جايين هنا عشان نعمل انتخابات ولا دايرين لنا كيمان بتاعت ناس، نحن بنجي نبين الحق. القبلوا الحمد لله بلغنا الحق، الما قبلوا بعد ذاك بينه وبين الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة إن شاء الله. ما عندك أي مشكلة أي زول أنت أو غيرك أو الأشيوخ الطريقة ذاته نحن دايرينه جاء بعد الصلاة نحن ما عندنا مشكلة، وإذا دعيت ما فيها مشكلة. لكن لما تجيبك خبر إنه ربنا رضى عن فلان لابد تجيب دليل إنه ربنا سبحانه وتعالى رضي عن فلان ابن علان، وما في سبيل إنه تجيب دليل على إنه ربنا رضي عن فلان ابن فلان إلا تجيب لنا آية أو حديث. عشان كده ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أزول يا أخواننا ما بزكي نفسه، نحن أهل الله ونحن المسكين البلد ونحن الفعلنا ونحن بنتصرف في الكون. والشيخ قولتي كالبرق لاح، أبويا الشيخ يغطي الكون بجناح، وجيت أزور جبله جيت أقف قبله لولحوا زقلوا دردقوا نبلوا عدموا الصوفة وفي الفريق زقل. فهمت؟ ما عرفناه شيخ ولا جنبه. فهمت؟ عشان يرهبك أنت ويجيب له الصفات العجيبة دي عشان أنت تخاف من الفكية ومن الشيوخ. فهمت؟ طيب أديك من كتابه ذاته، من كتابه ده كتاب الطريقة التجانية الصفحة 413 من طبعة الدار السودانية للكتب. أنا دار الصوفية بدل تكوري وتعمل جوطة وكده نمشي معاك، نحن بندفع عليك حق التذكرة، نمشي ليه الدار السودانية تفتح يوميا من السبت للخميس من الساعة 10 لغاية 4:30، زمان كانت للساعة 4 مدوها نص ساعة. تطلع في طابق اسمه الميزان فوق له طوالي بيبيعوا الكتاب ده، أمشي أفتح فيهم بلاغ. ليه ما بتفتح فيهم بلاغ؟ ليه؟ سؤال. ما دام من حقك أنت الكفل لك القانون، لو كان الكلام ده مدسوس، ولسه أنا جاي لمزالة مدسوس من الكتب اللي اعترفتوا بها أنتوا ذاتكم. عرفتها؟ لأنه نحن بنعرف في مناهج البحث العلمي إنه لو دار أنسب لي كتاب لعالم من العلماء، إما العالم ده يعترف بالكتاب يقول ده حقي، أو تلاميذته يقولوا يا أخي الكتاب ده حق أستاذنا ده. عرفتها؟ يعني مثلا عندكم في الكلية مثلا أستاذ يطلع شيد. عرفتها؟ فإما الأستاذ يقول الشيد ده حقي أنا وعندي حق، ما في زول يصوره إلا بإذن وإلى آخر، أو زول ينقل عن الأستاذ في الشيد ده في بحث من البحوث بتاعته ويقول هذه المعلومة ذكرها الأستاذ في الشيت الفلاني. دي نحن اللي بنعرفها مناهج البحث العلمي وبقروها للناس في الجامعات. لكن تجي تقول لي لما حقنا ساي لما حقنا، ما دي أي زول بيقدر عليه. طيب قال رضي الله عنه إن جميع الأولياء القبلية قال من ترك وردا من أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية. الورد يعني لو كنت سماني أو تسعيني أو كنت نقشبدي أو قادري أو كنت ختمي أو كنت غيره، لكن ما كنت تجاني وقمت خليت الورد بتاع السمانية أو الختمية أو غيره وجيت مسكت الورد بتاع التجانية بيحصل لك شنو؟ قال أمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة. أول حاجة ربنا بأمنك
في الدنيا والآخرة إذا شلت ورد الشيخ. قال فلا يخاف من شيء يصيبه لا من الله عز وجل. أنا أخواننا داير أي زول يركز في الكلام ده ويعرض على الكتاب والسنة. ما تخاف من شيء لا من الله عز وجل ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من شيخه، حتى السماني لو انت بقيت تجاني ما بيقدر بيتصرف فيك، لأنه دي بتكون منطقة عسكرية ممنوعة الاقتراب والتصوير، عرفتها؟ قال وقال أي ولا من شيخه أيا كان من الأحياء أو من الأموات. قال وأما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل عليه المصائب دنيا وأخرى ولا يعود أبدا. اللي بيقول الكلام ده الصوفية ما نحن لسه دي قدام. قال وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به، عشان ما تقول لي ده خبر، وعنا به دي معناه شنو؟ عرفتها؟ قال إن جميع الأولياء يدخلون زمرتنا ويأخذون أورادنا ويتمسكون بطريقتنا من أول الوجود إلى يوم القيامة. من زمن أبونا آدم جد بيبقوا تجانية كلهم، فهمت؟ ده تقدر تجيب له دليل. قال حتى الإمام المهدي رضي الله عنه إذا قام آخر الزمان يأخذ عنا ويدخل زمرتنا بعد مماتنا وانتقالنا إلى دار البقاء. تقول لي بيكفروا وما بيكفروا وكلام كثير موجود هنا. طيب من الكلام اللي قال قلت الجنة لو بيد الصوفية ما يدخلون، وهذا اللي قرينا لك الكلام إنه الأولياء قال كلهم من زمن آدم لغاية ما نحن نموت قال كلهم بيبقوا تجانية، فهمت؟ وإنه لو مركت من الطريقة التجانية مش نحن معاك الوقل بيسمينا وهابية، الصوفية المعاك ذاتهم لو زول خلى التجانية وبقى صوفي ما بخش الجنة، فهمت؟ ولا كمان بيقدر يرجع للطريقة التجانية. ده كلام شنو ذات؟ قال الشيخ العريان ده كلام مدسوس. طيب ده كتاب زاهر الرياض اعترف به شيخك الإزيري. افتح اليوتيوب الآن عشان تطلعنا كذابين، عشان ما نكذب على شيوخك. ما ممكن يا أخوان نزول يكذبوا له عن منهجه وهو قادر يدافع عنه وما دار يدافع عنه، فهمت؟ ولا نحن شايلين سيخة ولا شايلين لك بومبان ولا حاجة، نحن قلنا لك خش اليوتيوب الآن، خش الآن كذبني في كلامي ده. في مناظرة الإزيرق مع الهواري قناة أحمد بكر الصوفي بنزل للصوفية في اليوتيوب قال بيكذب، قال زي النكرة دي قام نكر كتاب طبقات الضيف الله ونحن بنقدر نثبته بحمد الله، لكن قال كتاب أزاهير الرياض قال ثابت عندنا بالسند. طيب نرجع لكتاب أزاهير الرياض نشوف الكلام القاعد في كتب الشعراني ده صح ولا غلط. طيب ده أزاهير الرياض الصفحة 134 بعد الكرامة القرينا قبلي، الصفحة 134 بعد ما قال طرد الملائكة قال ونظير هذه الحكاية، صفحة 134 أي زول داري يقرأ طوالي حبابة كلف. قال ونظير هذه الحكاية ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني، أذكر لك منه محي الدين الكلام إنه الشيخ قال بيطلع المنبر عريانا قال كومبليتلي نكد، فهمت؟ ويقول باب اللوك بين الغصرين جامع طولون العجل الساعة 2 قال فيحصل للناس بسط عظيم، فهمت؟ قال ما بقرأ الكلام بقرأ على كيفي. نحن قبل ما اتفقنا على إنه ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ أنت ليه بتقاطع؟ ليه داير الشباب ديل ما يعرفوا المعلومات دي؟ ما يعرفوا الصوفية؟ لأنها شينا منكورة. طيب وأنا بذكر في كلام علمي من قبل، أنا بذكر في كلام علمي وبرجعك لكتبك أنت ذاتك معارف، فهمت؟ قال ونظير هذه الحكاية ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني في ترجمة سيدي الشيخ محمد الشربيني قال لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت حضر عزرائيل لقبض روحه، قال له الشيخ ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ، فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الوعكة وعاش بعدها 30 عاما. دليل جنو تقدر تجيب لها دليل؟ يزول الصوفية دل عندهم بلاوي متلتلة وده كفر بالله. تقدر ترجع ملائكة الموت إذا دار تجي تقبض روحك؟ ربنا قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم وهم لا يفرطون، ربنا قال وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاءتهم رسلنا
حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم شنو يا أخواننا؟ وهم لا يفرطون. هنا الصوفية قالوا أحمد الطيب ممكن نرجع ملك الموت. هل الآية صح إنه الملائكة لما ربنا يرسلهم ليزول يقبضوا روحه ما بفرطوا ولا يستأخرون ساعة ولا شنو؟ ولا يستقدمون لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هل الآيات دي صح ولا كلام أحمد الطيب ده باطل؟ ما واحد من اثنين، يا كلام الله حق وكلام أحمد الطيب صح، ولا كلام أحمد الطيب باطل وحق أو كلامه حق وكلام الله غلط، ولا كلامه صح أو كلامه غلط وكلام الله صح. ما واحد من اثنين، ما في لولوة. ودي حاجات ذاته أنا بستغرب زول يجي غالت لي في الشغلة دي، لسه أديك أكبر من دي. قال ونظير هذا الكلام أي إكرام الله تعالى لأوليائه ما حكاه الشيخ الجفري العلوي في كتابه كنز البراهين الكسبية والأسرار الوهبية الغيبية في ترجمة سيدي عبد الله با علوي، قال ومنها أن رجلا أنشده أبياتا تتعلق بالبعث والحساب، فتواجد صاحب الترجمة أي عبد الله با علوي وخر مغشيا عليه، يعني عبد الله با علوي واقف في ذول قام جاب له أبيات من الشعر بتذكرك بالآخرة، خر مغشيا عليه. لحد هنا يمكننا ماشي عليك، فهمت؟ لأنه عائشة رضي الله عنها قالوا لها في ناس بيقروا عليهم القرآن يغشى عليهم، قالت لقد كان يقرأ أو معنى كلامه على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحصل له مثل ذلك أو كما قالت رضي الله عنه، فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وما كان بيغشى عليه، لكن مشي عليه خر مغشيا عليه. فلما أفاق قال للرجل أعد الأبيات، فقال الرجل بشرط أن تضمن لي الجنة، فقال ليس لي ذلك لي، ولكن اطلب ما شئت من المال. ده الصوفي بيقول لزول القرية الأبيات. قال فقال الرجل ما أريد إلا الجنة، فقال إن حصل لنا شيء ما كرهنا ودعا له بالجنة. دعا له بالجنة، ما عندنا معك مشكلة، أدعو له بالجنة. طيب نشوف لكن قدام قاشنه. قال فحسنت حال الرجل وانتقل إلى رحمة الله تعالى. معناه شنو يا أخواننا؟ مات مش انتقل إلى رحمة الله، معناه شنو؟ معلش أنا بديكم حاجات هي واضحة، لكن عشان لأن الصوفية بيقوا مراوغين شديد، واحد بيقى يراوغ مراوغ عجيبة. قال وشيعه صاحب الترجمة وحضر دفنه اللي هو عبد الله بن علوي. قال وجلس عند قبره كاتبين سرعة وهي ساعة، فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر، يعني لما دفنوا الزول جوا وخلاص تم الدفن تم الدفنة، قام الشيخ ضحك أول حاجة. الشيخ قال فتغير وجهه، الشيخ وجهه تغير، بعد ذلك قام الشيخ ضحك. قال واستبشر، فسئل عن ذلك، قالوا له يا شيخ كشرت وشك أو وشك يتغير وبعد ذلك ضحكت، فشنو قالوا له؟ قال إن الرجل، يتخيل الكلام ده تحت جوا القبر، القصة دي الرواة منه كده ورونا يا أخوان عن الرواة للشيخ منه. قال إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه قالوا له من ربك؟ الإجابة شنو عليك الله؟ الإجابة شنو يا شباب؟ ربي الله. مش طيب ولو في ذول والله ما مصدق كلامي ده، تعال اقراه بنفسك. قال إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه قال شيخي عبد الله با علوي. قال فتعجبا لذلك، منكر ونكير يتعجبوا، ثم سألاه أيضا فأجاب بذلك فقالا مرحبا بك وبشيخك عبد الله. أنا خلوني، نحن متشددين وكعبين متخلفين كفايين متزمتين، الكلام ده أخواننا رأيكم فيه شنو؟ ها؟ قالوا له من ربك؟ قال ربي يا شيخ عبد الله با علوي. ما ممكن يجاوب كده مثلا، وإن كان ده مخالف للحديث نفترض يعني للصوفي جدلا، لكن لما يجوا الملكين يتعجبوا، قال الملكين يتعجبوا، قال له لقاك بيشن زي ده؟ قال لا أصله ما حصل، فهمت؟ يتعجبوا الملائكة، تتعجب لنا فرين زي ديل. وتاني تجي تسأله، معناه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في ثلاثة أسئلة وفي نوعين من الجواب، الرجل المؤمن بيقول ربي الله وديني الإسلام، وهذا الرجل هو محمد عليه الصلاة والسلام، حديث الإمام أحمد رواه البراء بن عازب رضي الله عنه، فهمت؟ ما حديث عن الشيعة، فهمت؟ وأما الرجل الآخر الفاجر والكافر فيقول ها ها لا أدري، ما هذا الرجل؟ ها ها لا أدري، من ربك؟ ها ها لا أدري، ما دينك؟ ها ها لا أدري، بعد ذاك يعذب في قبره، فهمت؟ أجيب ابن كثير الآن في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فدي أخواننا عقائد الصوفية،
انا ما اعرفك انت تورطت معهم ليه، وليه تورط نفسك ذاته، وربنا ذاته ما كلمك كلفك تبقى صوفي، فهمت؟ فده اعترفوا به شيوخك في قناه سودانيه 24، قناه معترف بها من الدوله، الكتاب معترف به من الدوله، الشيخ معترف به عند الصوفيه. الانكار في شنو؟ انا لو لقيت زول غلط، ها النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم شنو يا اخواننا؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. انا لو غلطت في حاجه ارجع، وده بيزيدك رفع عند الناس. لكن كلام مش كلام هين، كلام في العقيده. ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي الذنب اعظم، قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. وليس كلام كثير جدا قاعد هنا. طيب، قال ويدخل في هذا المعنى قول الشيخ رضي الله عنه الذي تقدم، وهو إذا أردتم أن تحفرون، كاتبينها كده، وطبعا هي أن تحفروا، لأنه عندي من أدوات نصب الفعل المضارع، وتحفرون ده اسم أو ده فعل من الأفعال الخمسة، والمفروض يقوم ينصبوا بحذف النون، فهمت؟ لكن الصوفي كاتبوا غلط، نعمل له شنو؟ لكن مشينا له برضه، نعم مشينا أخواننا، مشوا له. طيب، قال وهو إذا أردتم أن تحفروا قبر ميت فقولوا هذا قبر أحمد الطيب فإن الله لا يعذب صاحبه. يعني من موانع عذاب القبر شنو؟ لما تجي تحفر أول دقة للقبر بالأزمة، تقول هذا قبر مثلا اسمك محمد ود محمدين، تقول هذا قبر أحمد الطيب، قال فإنه لا يعذب ولو لم يكن من أهل الطاعات. والكلام ده جابه البرعي في الكتاب ده، كتاب رياض الجنة ونور الدجنة، ده جابين فوق صورته ذاته، صورة الشيخ، عرفتها؟ هذه لا قاعدة بيجي. فأنا ما أعرف الزول بينكر ليه، انت انكر العقيده، اقول لك العقيده دي كفر بالله. طيب، صفحه 321، صفحه 319، انا شايف انه ده يكفي، نمشي لباقي النقاط سريع. كلام ده واضح والله، يزول داير الحق صاحب الحق زي ما قالوا العلماء يكفيه دليل واحد، وصاحب الباطل لا يقتنع ولا يرجع ولو اعطيته الف دليل. طيب، قال ما عندكم دين اصلا، قبل في ختام اواخر كلامه قال ما عندكم دين اصلا. وانا اول مره اشوف لي صوفي وداعش الاثنين، صوفي وداعش يكفر، تعرف ما عنده دين دي معناه شنو؟ معناه زول كافر. انت قول منهجكم ده ما الدين الحق، ده كده الناس بتقبل الزول العاقل تكلم عن المنهج. لكن لما انت تقول لنا انتم ما عندكم دين، انا ما اعرف الكلام ده كبير يا زول، انت قاعد تقرا شنو كده؟ ورينا بس، كلام عجيب ذاته، نفسي كلام القبل، كلام عجيب والله. طيب، قال رأيكم شنو في النقاب، هل هو قرآن أو سنة؟ قبل نمشي للنقاب لابد تصلي عقيدتك دي، والله تقابل الله بالعقيدة دي ما تفلح أبدا. الكلام ده لا هتر ولا أنا قاصدك أنت في شخصك ولا بعرفك وأول مرة أشوفك، لكن دي نصيحة لك. النقاب ده قول ذاته المرة دي تمشي ساي، فهمت؟ بقت تزني، الزنا كبيرة من الكبائر، لكن لو ماتت ربنا قد يعذب على قدر معصيتها وقد يتوب عليها وترجع. لكن انت لو مشيت بعقيدتك دي، لو لابس صمصنايت او بوصنايت، فهمت، ودقنك زنكي برضو، انت في النهاية ربنا ما بيغفر لك. الكلام ده ما حقي انا، ربنا خاطب افضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الزمر، كلام بمرجعه ما ساكن، فهمت؟ ربنا قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا حذروا من الشرك، وبعده الأمة محذرة من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ممكن يقع في الشرك، لأنه جاءت بلئن الشرطية، اللام مع إن الشرطية، اللام للتحقيق وإن دي إن شرطية. ولا يلزم من هذا الشرط أن يقع هذا الشرط، فهمت؟ لأنه ربنا قال قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فربنا ما عنده ولد. المهم ده موضوع تاني، لو خشينا في موضوع تاني. طيب، فأما النقاب هو الحجاب الشرعي، سموه ناس نقاب، سموه برقع، سموه أي حاجة، ده من الدين. ربنا قال في سورة الأحزاب يا أيها النبي، ده خطاب لمن يا أخواننا؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك، ديل منه؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لأزواجك وبناتك، بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ونساء المؤمنين، ديل منه؟
دي أمي أنا وأمك أنت وأختي أنا وأختك أنت وبيتي أنا وبيتك أنت وخالتي أنا وخالتك أنت، ولا كيف؟ يسأل المؤمنين ديل منه؟ ده تفسير الآية. ربنا قال يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء في اللغة هو أن تأخذ الشيء من أعلى إلى أسفل ولا من أسفل لأعلى؟ من أعلى إلى أسفل. ما أنت قلت داير قرآن ولا سنة؟ قرآن وسنة. أنت قال قرآن وسنة براو؟ قرآن وسنة. فهمت؟ ربنا قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. شوف الآية دي، العلماء قالوا فيها ستر للنساء وتحصيل للنساء. بعدها طوال الآية تكلمت على المنافقين البياذوا المؤمنات، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. عرفت؟ فالآية دي فيها حفظ للمؤمنات. ودائما نحن لما نامر أخواتنا الطالبات في الجامعات بالحجاب ده ما فيه اتهام لوحدة، ما فيه اتهام. فهمت؟ الحجاب يتكون، العلماء قالوا الحجاب نوعين. فهمت؟ قالوا الحجاب يكون بالستر بالبيوت. ربنا قال وقرن في بيوتكن، ده برضو في سورة الأحزاب. فإذا خرجت المرأة لحاجة أو لضرورة تخرج وهي لابسة هذا الحجاب الشرعي الذي فيه تغطية الوجه والكفين، الذي فيه تغطية الوجه والكفين. بعد ذلك اسمه نغاب، اسمه برقع، اسمه حبوبة والنسين. نحن ما بحلنا أو ما بخصنا. نحن اللي بخصنا، اللي بخصنا نحن إنه ده حجاب شرعي المرأة تستر نفسها من الرجال. حديث في البخاري، عمر بن الخطاب قال وافقت ربي في ثلاث. فهمت؟ قال وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. فما تقعد تكورك أود الحلال، ما تكورك من برا. ما أنا جبت لك الآية من سورة الزمر، الذين يستمعون القول فيتبعون. شنو يا أخوانا؟ أحسن، أول حاجة يستمعون. أنت ما فهمت الكلام، دار تناغد كيف؟ أنت ما لسه الكلام ما سمعته. عشان كده قال لك زي ما قال ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وأهلي، إنه من أول منازل العلم الاستماع. هسي يا أخوانا زول جاء كل تطيب أول مرة خش المحاضر دارجي غالد، لا دي باصولوجي، لا دي بتاع، لا دي أنت بتغالي ساي؟ أنت ما عارفه ده شنو؟ دارين يقروك تشريح وظائف أعضاء، دارين يقروك شنو؟ ما عارف، ما بتجي خاشي طوالي. فهمت؟ فأنت ما ممكن في وظائف الأعضاء تسكت للدكتور، وفي الدين تجي تلخبط لنا هنا، أصبر لنا شوية. فهمت؟ طيب، كل ما تقعد تكورك أنا ما بخليك، لأنه نحن دارين الجامعة دي يكون فيها نقاش علم، نفتح لك فرصة وترد علينا وتقول الكلام الفراسة كله تقوله فينا بأدلته وكذا وكذا، ولو ما دار تقول بأدلة على كيفك، بعد ذاك نحن بعد ذاك بنشوف الحصر. طيب، فده من الدليل. من الأدلة أيضا حادثة الإفك، والحمد لله الطلبة ديل كلهم قروها في سنة ثالثة ولا غيروها يا أخواننا؟ قاعدة مش؟ الحمد لله. طيب، في حادثة الإفك السيدة عائشة رضي الله عنها لما نساها القوم وتأخرت في حاجتها، وكان موضوع العقد، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه جاء متأخرا. عائشة رضي الله عنها قالت فوالله ما هو إلا أن رآني حتى استرجع وما تكلم معي بكلمة، وكان يراني قبل الحجاب. يراني قبل الحجاب معناه شنو؟ معناه قبل نزول آيات الحجاب. والحمد لله الطلبة دول كلهم قروا الموضوع ده. بعد ذاك عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار الأول لما نزل قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت شققن مروطهن، دي أكسية، قالت فاعتجرن بها فخرجن إلى صلاة الصبح كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن من الغلس. يبقى ده الكتاب ودي السنة وده إجماع الصحابة وإجماع الأمة. وما دعا إلى التحرر من الحجاب ومن الفضائل إلا العلمانيون، إلا العلمانيون. وأول ما بدأ خلع الحجاب عن المرأة المسلمة في مصر وفي تركيا ناس قاسم أمين في كتابه المرأة المصرية وغيره، ورفاع رافع الطهطاوي لما بقوا إمام البعثة المصرية لفرنسا
وكان زول إمام وخطيب، بعد ذاك يتأثر بالثقافة وبالدين الباطل بتاع ناس فرنسا، وبقى يطعن في الدين، وألف كتابه اسمه تلخيص الإبريز في تخليص، تخليص الإبريز في تلخيص باريس. عرفتها؟ عشان ما تجي الوادي يجد علينا وقاصدين شنو. والموضوع ده عارفين انه نحن من بدري نحن بنناقش فوق العلمانين، ونحن كنا دارين ذاته علمانين يجي يخشوا. رأيكم شنو في اضطهاد الصوفية للمرأة؟ هنا البرعي قال في ولي قلب بيت مرأة، قال جاء الشيخ قال له داير ولد، قال له عندك بيت؟ قال له اي سبعة بنات، قال له جيب واحدة بعد صلاة الصبح. قال فمر الشيخ يده عليها، ودي أول مخالفة ولا ما مخالفة يا أخوان؟ هل بيجوز لك تصافح مرأة؟ ها؟ هل بيجوز لك مش تصافحها كمان تمر يدك عليها؟ شوف كونك تصافح المرأة ده حرام حتى بكلام البرعي. والله حرام بكلام البرعي ذات، لكن تلقاه صوفي وشغال دقيش ساكت لكنه ما قاري منهج. قال وإذا ألفيت منكرا في قولهم أو فعلهم لمحرم أول بفقه ما تشابه منه تأويل خير مؤول ومترجم، زي شنو قال؟ يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم. فقال هو ده نموذج للحرام، لكن الشيخ طبعا قلبه نظيف وبمرايته مجيها وكده، فهو يهبش عادي لكن انت ما تهبش. فهمت الحاصل؟ فما تقعد تتكلم ساكت. طيب قال الاستواء أنكره؟ ما أنكره، ربنا قال الرحمن على العرش استوى. أسي بتلقى الصوفية في الرجبية البدعة دي تحت الرجبية يقول لك في ذكرى الإسراء والمعراج يجيب واحد بيقرأ. أنا بديك من واقعك قبل ما أرجع لك للأدلة والآيات والحديث، من واقعك بس تلقاهم شالوا لهم كتاب وبيقروا في قصة الإسراء والمعراج، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الملك وفتح صدره عليه الصلاة والسلام، ثم أخرج قلبه وغسله في طس، قال وأخرج منه علقة سوداء، وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم لأمه يعني رجعوا تاني. بعد ذاك جاءت البراق أو جل براق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يضع طرفه عند أقصى، يضع حافره عند أقصى طرفه. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل صعدوا إلى السماء الأولى فاستفتحوا، من هذا؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. السماء الأولى لقى آدم عليه السلام، قال سلم على أبيك آدم، قال فسلمت عليه، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، قال ثم إلى الثانية وإلى السابعة. بعد ذاك يقول لك وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا تأخر عنه جبريل، وقال رقيت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ثم فرضت الصلوات الخمس 50 صلاة، ثم نزل على موسى فما زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، موسى عليه السلام، حتى صارت 5 في الأداء و50 في الأجر. الكلام ده حاصل ولا ما حاصل في الرجبيات؟ بعد ما ينتهي الفاتحة ويأكلوا الفتة، الفتة متوم حمتني النوم، والفتة مشطة حمتني النطة، بعد ما يضربوا الشغلة تمام تجي تقول لي الفكي الله وين؟ يقول لك أنت وهابي؟ وطيب أكلت الفتة بياته مناسبة أنت؟ ده ما السؤال المنطقي، الفتة دي أكلتها بياته مناسب؟ فهمت؟ الزول بيجيك في الجامع بيقول لك الراحمون يا ناس ادوني قروش، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تمام؟ وأدلة كثيرة، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، حديث زينب بنت جحش زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقول لبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتفاخر عليهن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وفي رواية تانية بعد حديثين جاب البخاري كانت تقول أنكحكن أهاليكن وأنكحني الله في السماء. هل الصحابية دي وهابية؟ وهابية يا ناس، الناس ما تبقى عندها عقل. طيب الشبهة شنو؟ أشوفها بقول لك أنت لما تقول الله في السماء ولما تقول أأمنتم من في السماء، هل في دي معناها الظرفية؟ يعني الله جوا السماء يعني جوا؟ نقول له لا لا لا، السماء عند العلماء تعني معنيين، المعنى الأول السماء الظاهرة دي، والمعنى الثاني السماء من السمو، السماء من السمو وهو العلو. وإذا بقت بمعنى السمو ده ما في إشكال أصلا، إذا بقت بمعنى السماء عديل فبرضو الكلام يستقيم في لغة العرب، لأنه ربنا قال إنا جعلناه قرآنا شنو؟ عربيا. طيب في العلماء قالوا
حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، يعني أمنتم من في السماء أي على السماء. طيب في أدلة من القرآن ولا ده تحريف مني أنا ساكن؟ والكلام ده جابه الإمام اللالكاي، ده يتوفى قبل ابلو إلدو الجلد السابع لمحمد بن عبد الوهاب، قبل جده السابع إلدو. الكلام العلماء ده ذكروا، وذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد، قال ابن عبد البر وغيره من العلماء والإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات وغيره من أهل العلم القدام، قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال عن ناس فرعون لما قال للسحرة، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، يعني ما بيمسك جذع النخلة كده ويقرقره ويدخلهم زي الشاورما، وإنما هو شنو على شنو يا أخوانا؟ جذوع النخل. ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض، دي قبل آية أو آيتين من الآية ديك، آمنتم في السماء قبلها، ربنا قال آمنتم، ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. هل الزول يا أخوانا بيمشي على الأرض ولا تحت الأرض بقرقرة؟ يبقى يستقيم في لغة العرب أن تقول أن الله في السماء، وده ما فيه إشكال، فهمت؟ فأنت المسألة شكلك ما ضابط عشان كده ما خشيت فيها لقدام. طيب قال رأيك شنو في كلام الألباني ياتو؟ ما قلت أنت. طيب قال محمد بن عبد الوهاب تبرع منه أخوه على كيف، قال كعادتكم أسلوبكم هتر نفس كلامك. طيب قال طوالي تتكلموا في الناس، القرآن يتكلم في الناس، ربنا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وصورة التوبة كلها زي ما قال ابن عباس، قال كانت تسمى بالفاضحة، ما زال ينزل قوله تعالى ومنهم 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 حتى ظننا أنها ستسميهم بأسمائهم. لكن يا تناس، وانت قبل جبت حديث وده الحديث الصحيح الوحيد اللي جابه كويس، ومعه حديث شرف الأولياء كويس، الحديث ده بتاع وجبت وأنتم شهداء، الناس ديل أثنوا على جنازة دزوا الميت أثنوا عليها خيرا وأثنوا على الأخرى شرا، العلماء قالوا ده فيه دليل على إنه الزول إذا انتشر باطله بين الناس وبقى يضرب في عقائد الناس، ده قالوا يتكلموا فيه باسمه، وإن مات وإن مات. أديك دليل تاني أورد الإمام النووي في كتاب الأذكار وفي كتاب رياض الصالحين وفي كتاب الصحيح ثلاثة من كتب، لأنه بقول إحنا ما بنجيب كلام العلماء، ولو في مكتبة هنا أرح أجيب الكتاب نوريك له. قال باب ما يجوز من الغيبة، باب ما يجوز من الغيبة. قال الغيبة بتجوز في ست أحوال، والعلماء ذكروها في أبيات شعر، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. دي ما فيها غيبة، زول نشر منكر بين الناس ده ما فيه مشكلة. حديث فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني، ومعاوية أبو الجهم صحابيين جليلين ما كانوا قاعدين في الزمن سألت فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك ما بلغتنا نحن يا أخوان، صعلوك أي فقير، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، أنه ضراب للنساء وأنه كثير الأسفار، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. النووي جاب الحديث ذا قال إذا جازت الغيبة في أمور الدنيا فإنها في باب الدين من باب أولى. والإمام البخاري في كتاب الصحيح قال باب ما يجوز من غيبة أهل الريب والفساد، عرفتها؟ فيقولنا نحن كلامنا ده والله دين، نحن ما بنقول لك من باب نتشفع على الناس، ولا البرع شال وطاتنا ولا نبزهلنا ولا عندنا معه مشكلة شخصية، نحن مشكلتنا معه في الدين ومع الصوفية كلهم في الدين ومع الأحزاب الشيوعيين. الناس اللي بيقول لك بهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله، ونحن نؤمن بثلاث ونكفر بثلاث، نؤمن بلينين وإستالين وكارل ماركس، ونكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. أسجب الديمقراطية هنا ما قاعدين، أنا البحر الكبير انعبروني، وأنا الشوق الكتر انجرجروني، وأنا الجن اللي بيخلي الكوز ينوني، فهمت؟ ديل ما قاعدين هنا، وحات الشعب السوداني قدام المدفع تلقاني، ما أعرف لك حكاية القردة شالت نبقة وخلت نبقة وجدعت نبقة، كلام ذاته فارغ، ذاته كلام فارغ. ديل ناس ملاحدة قاعدين هنا بيدعوا للباطل والفساد، ديل ما نذكر أسماءهم، عرفتها؟ وناس عيوشة تأكل من الجدول، دارين يوروك إنه ضد نضال، يعني تأكل من الجدول تشرب من الكوشة، شمس الله طرطوشة وأرض الله برطوشة، يا هذا شنو ذي ياس؟ ده هو الساكت، دي الأدبيات الموجودة في الجامعات. نحن كمسلمين، أنا الدار أديك خلاصة، والله لو ما مركت من المنبر ده إلا بها كفاية، خلاصة مبني صالح نحن إلا بما صلح به
السلف الأول. قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. دارين نصلح زي ما قال عمر بن الخطاب لما جاي فاتح بيت المقدس ودار يستلم المفاتيح. الليلة الأمة الآن بتكورك والناس بتعيط، ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم. في بيت المقدس ما بيتفتح بعغاية زي دي، يجينا اليهودي شايل كلاش وام بي 5 وشغل يضربوك بالديجيتال وبالنت وكلام زي ده، وانا شايل لي حجاب زي حجبات الصوفية دي. قال يكتب لمن به حمى هذه الاسماء: شقش اثنين، شقموش اثنين، راعي المنخ اثنين، العجل اثنين، الساعة اثنين بتروح منك الحمى. الله بينصرنا به ده؟ ده الله بينصرنا به؟ يا بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسي لي كرعية. شوف الشرك ده كيف، شرك زي الابرون. من راسي لي كرعية، عين يمين نادي الصالحين، عين شمال نادي الكمال، عين ورا نادي بشرة، عين فوق نادي أهل الزوق، عين تحت نادي بمسك، عين صعيد نادي عوض الجن. والشيطان قال: ولو ضلنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لا قال فوق لا قال تحت. يا ناس ما ممكن تغشونا. ربنا قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعبة. السبب شنو؟ بما أشركوا بالله. الشرك ده اللي بيضيع الأمة دي. عشان كده عمر بن الخطاب جاء يستلم مفاتيح بيت المقدس، أمير المؤمنين هو والغلام بتاعه الفتى بتاعه اللي بيخدمه يعني، كانوا راكبين لهم حمار. حمار، تخيل دامر المؤمنين دار يفتح بيت المقدس، هو يركب فترة وينزل، يجي الغلام يركب فترة لغاية ما كانت آخر نوبة. مش نوبة يعني الدلوكة، نوبة معناها فترة أو نصيب، نصيبه يعني. النصيب بتاع الغلام كان منه ودارين يخشوا بيت المقدس، كان نصيب الغلام. عمر الخطاب ما قال لازم أنزل، شغلة دي حقتنا، وكان بيسمع. ودامر المؤمنين وهو من أهل الجنة وفوق ذلك له من الفضل ومن العلم ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. بعد عمر الخطاب نزل كويس ولاقتهم مخاضة مو يطين. عمر الخطاب شال نعلاته وختائم فيها باطل كويس. معليش نحن قد يكون كلامنا كده معليش يعني عادي كده، لكن بنقول لك الحق ده، ما بنلف وندور، بنقول لك الحق عديل كويس. عمر بن الخطاب لقى المخاضة قدامه، قام شال انه ختاين هنا وخش في المويه ومرق بغادي. ابو عبيده بن عامر بن الجراح رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنه ودار استقبل امير المؤمنين، قال: يا امير المؤمنين، اتفعل هذا في يوم يعز الله فيه الاسلام؟ يعني بلغتنا نحن في بروتوكولات ولابد من الاستقبال واللجنه العليا لاستغبار واستنفار و الى اخر. ها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: لو ان غيرك قالها يا ابا عبيده، يا ريت لو واحد ثاني قالها. ونفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي قال في ابي عبيده لما كان بعض جلساء يقول: اللهم اتني مثل هذا البيت ذهبا انفقه في سبيل الله. واحد يقول فضه انفقه في سبيل الله، عمر بن الخطاب عاين لهم كده قال لهم: اني اسال الله مثل هذا البيت، مثل ابو عبيده عامر بن الجراح وسالم مولى ابي حذيفه، افتح بهم البلاد. شوف شوف الامنيه بتاعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه شنو كويس. بعد ذاك عمر بن الخطاب قال: نحن قوم اعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. وده الواصل ليه ونحن هنا ذله ذله، كلها طرق تلقاهم مشاكلين. الطريقه فيها 16 سمانيه، الكريده سمانيه، البرعي فهمت، سمانيه احمد الطيب، سمانيه ما اعرف ليك بيجاي ديل طابط، سمانيه وين قادريه 12 عركيه، وبيجاي ناس ود المرين، وبيجاي الكباشي، وبيجاي المكاشفي، وبيجاي ما اعرف ليك الازرقاب، ها ختميه، وغير من الطرق فرقت الناس. ربنا قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. انا دارين نلم الناس ديل بالتوحيد، وما دارين نلمهم ساي، ما بنلملم الناس هاي، بنلمهم بالعقيده الصحيحه، تكون عقيدتنا واحده. الذي جمع عمر رضي الله عنه القرشي وجمع معه بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي التوحيد والعقيده، جمعتهم التوحيد، التوحيد والعقيده. لكن انا وداك ما بنتفق ليه؟ لانه انا بقول لها زول الله براه، ده بقول ليلى التيجاني، ده بقول الختم، ده بقول ابو قرقاب، ده بقول ابو ضلع عن حديد، ده بقول ستي نفيسة، ده بقول ستي مريم. ما بنتفق، ما بنتفق يا ناس.
ربنا سبحانه وتعالى قال واعتصموا بشنو؟ لكن بحبل الله. العلماء قال هو القرآن والإسلام. طيب قال في مدحت يا ليلى ليلك جكن ولدك في جوف وتمكن لرب الخيل جكن دربهم زلقيب ومطيا يوم الحلوق الكظم أبو قرون بجيش تنظم. أبو قرون بجيش تنظم الكلام ده مقصود ده شنو؟ قالوا في كتاب سراج السالكين تأليف والبدر طبعت وزارة الإرشاد والمجلس القومي بتاع الصوفية للذكر والذاكرين. قال واجبات الشيخ على المريد ثلاثة، ودي نفس الكلام ذكروا هنا البرعي، ذكروا هنا البرعي عرفتها. قال واجبات الشيخ على المريد ثلاثة، أن يحضره عند قبض الروح وعند سؤال الملكين وعند عبور الصراط. ده في والمرء مع من أحب، ده المرء مع من أحب بيجي مع الكلام ده، ها بيجي معه يا ناس ما ممكن تيجي تقول. حتى قال يوم القيامة قالوا لي يا شيخ طيب أنا إحنا بنعرفك كيف؟ قال أي شيخ يوم القيامة بكون عنده طبل يعني عنده نوبة عشان تقول يا شيخ طيب أنا إحنا ما معاك نجي كيف نعرفك كيف يوم القيامة الناس كتار؟ قال في نوبة وتحفظ النوبة بتاعت الطريقة سماني تحفظ الدقة بتاعتهم ثلاثة دقات بعد دقتين وفي فاصلة وتاني دقة تحفظها. السمانية عندهم واحدة، الختمية عندهم واحدة، فهمت؟ طيب يا أخي ربنا قال وخشعت الأصوات للرحمن يوم القيامة فلا تسمع إلا شنو؟ إلا همسة. أنت دار تزعج؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة وغيرها من الأدلة الكثيرة. بعدين النوبة دي مش مكونة من جلد؟ طيب يوم القيامة البهيمة دي تجي لابسة شنو؟ ما سؤال، تجي لابسة سيوتر يعني؟ يا ناس الناس اللي بيستخفوا بعقولنا ده ما فضل بيقدر يدافع عنه والله. وده المرق الشيوعيين في الجامعات، شيوعي يجي يقول لك يجينا واحد باسم الدين يجي يقول لك الواطة دي حقتنا نحن، زي ما كتبوا واحد اسمه مين كده كرار، محمد أحمد كرار، التجربة السياسية السودانية، فهمت؟ ناس علي المرغن الختمية الصوفية عرفتها. كان الواحد بيمشي في الواطة كده بتبقى حقة الشيخ، فهمت؟ فده كل يا أخواننا كلام كثير جدا. طيب نمشي لقدام. قال قال التصوف عبارة عن اسم للتميز، هما ما استفادوا منك حاجة إلا الأحاديث الضعيفة. طيب قال الألباني طالب بإخراج القبر من المسجد النبوي، وأصلا القبر ما كان في المسجد النبوي أصلا، أصلا القبر معليش أنت قد تتكلم كلام يعني بتاع مثلا زوج زهجانة وكذا، معليش يعني أنا ما عارف الشغل ده حار، بدليل القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال قبل ما جيت أشر لأخونا محي الدين حلال على بلابله الدوح وحرام على الطير من كل جنس. أنا ما عارف الشغلة دي حارة. ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ربنا قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أقعد تحت، أقعد أقعد، لا ما أزنت لك، أقعد مش بعد إذنك، ما أزنت لك تتكلم ليه قبل إذني، أقعد تحت. طيب قال الألباني ما له سمي أي حاجة، لكن أنا بتكلم بأدلة وأدلة صحيحة، بذكر لك المسند، بذكر لك البخاري، بذكر لك الترمذي، بذكر لك الآيات، وأنت طيب تقول لي قالوا ورواه منو ده؟ رواه منو ده؟ فهمت؟ هاي فتش النت، ساعدوا عليك الله. ولو دار تتصل على صديقنا عندي لك رصيد خدمة سوداني. طيب ما بخليك، أخليك ليه؟ أنت لو جيت احترمت الطلبة ديل كان تسكت عشان أنا أتم كلامي. طيب قال الألباني طالب بإخراج القبر من المسجد النبوي. أول مسألة يا أخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان في الناحية الأخرى من المسجد، كان في حجرات زوجاته. ركزوا معانا هنا أخوان، كان فيه الحجرات بتاعت زوجاته عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به مرض الوفاة بأبي هو وأمي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أين أنا اليوم، أنا أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد أن يموت في بيت عائشة رضي الله عنه وأن يمرض فيها. بعد ذلك لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث روته عائشة، والحديث قاعد في صحيح الإمام البخاري، فهمت؟ لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه كان في محلة اسمها السنح بعيدة في المدينة لكن بعيدة، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم مغطى فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبل ما بين عينيه وقال طبت بأبي أنت وأمي حيا وميتا يا رسول الله.
والله لا يذيقك الله الموتتين أبدا. دي أحاديث الزول المفروض لما يذكروا له الأحاديث دي يسكت، لو أنت صحيح بتعظم الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لما يذكروا له والحديث قال قال الإمام مالك بيذكر في حديث في حلقة علم الزنبور جده 17 ضربة، قال حتى علاه العرق والرحضاء. فبعدها قال لهم شوفوا الحاصي شنو، قالوا له ده زنبور أداك 17 لسعة. ما قطعت الحديث ليه؟ ما قطعته ليه؟ قال لم أكن لأقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لو بتعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح زي الشمس، إلا لو نحن دارين نتغالط غلات ساكت نقول يا رب دي الشمس ولا ما دي الشمس، ده يبقى جدل باطل وجدل بيزنطي. ها زي ما واحد نفرين قالوا اتغالطوا لهم يا ناس دي غنماية ولا طيرة، غنماية طيرة، لا طيرة لا غنماية. قالوا خلاص كده نمش أن هشة إذا طارت معناها طيرة، وإذا قعدت غنماية. لما مشوا هالشوا قامت طارت، وده مثل ضربته العرب، ده علم بيقولوا اسمه علم الأدب، لكن أنا ما عارف أنت قريت وين. المهم فقام قالوا هالشوا قامت طارت، ده قال له عنزة وإن طارت، فهمت؟ ده مثل العرب بيضربوا بتين لما نزول يا كابر في الحق. وديك مثل تاني، واحد قالوا جالي لصاحبه في البيت لقاه ما في لقى ولده، قال له ما فعل أبوك بحماره؟ طبعا أبوك مرفوع لأنه من الأسماء الخمسة، لأن قبل عملت في اللغة العربية دي عملية شينة جدا، فهمت؟ قال له ما فعل أبوك بحماره؟ قام الولد الصغير زي الودة قال له باعه، قال له كيف تقول باعه؟ قال له أنت كيف تقول بحماره؟ فباؤك تجر وبائي لا تجر، فالشغلة دي ركب راسك، فهمت؟ فما تقعد تغالط. نحن بنقول في الحق بآيات وأحاديث، وأنت بتغالط لي ببنات أفكارك أنت. وأنا بذكر لك من قبل كلام أهل العلم والعلماء يردوا على منهجك الصوفي الباطل، وأنت ما دارت. طيب قال وأنت قبل اتكلمت فينا نحن غنم ولا شنو؟ لا نحن غنم يعني ما ناس. ما تزعل يا أخي، أنت ما عندك حاجة، كيسك فاضي والله. مش لو جبت موبايل والله أنا أجيب لك الكتب دي كلها، ها ما تعمل أي حاجة، ما عندك أي شيء أنت. طيب قال خلوا يا أخوان أي زول داير يرد بنفتح له فرصة ويخوش وأي حاجة، ما عندنا مشكلة. طيب قال محمد بن عبد الوهاب قال من كان منا، أسمع الكلام ده، قال محمد بن عبد الوهاب قال من كان منا فهو مسلم أو حاجة زي دي، والما كان معانا هو ما مسلم أو كلمة نحوه ذكره هو. أنا بس دار أطالبه بالنقل، وين قالوا محمد بن عبد الوهاب؟ لما أنت تقول لي قالوا زين دحلان صوفي، هسه أنا لو جيت قلت لك البرعي ده بقول الله ما في، تقول لي قال وين؟ أقول لك لا بس بتقبل كلامي؟ أنا عدو له وما بتقبل كلامي فيه. أحمد زين دحلان عدو للشيخ محمد بن عبد الوهاب، عرفت؟ ده كلام كذب. أنت لو دار تجيب لي تقول محمد بن عبد الوهاب بيقول الزول اللي ما معانا ده كافر أو كده، فهمت؟ أنت جيب لي واحد من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول فيه الكلام ده. والشيخ محمد عبد الوهاب قال وإن كنا لا نكفر من يسجد لأحمد البدوي. أسمع الكلام ده كويس، ده في مجموع الرسائل بتاعت الشيخ. قال وإن كنا لا نكفر من يسجد للصنم الذي عند عبد القادر ولا الصنم الذي عند أحمد البدوي، فكيف نكفر من لم يتبعنا؟ كيف نكفر؟ ده كلام جابه نازين دحلان، ورد عليه الشيخ بشير السهسواني الهندي في كتابه وسوسة صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، فهمت؟ فأنا بذكر لك كلام بكتب وانت بتقعد تكورك وتجوط، وده ما سبيل المؤمنين بالمناسبة، فهمت؟ طيب ما عنده نقطة تانية، في واحد قبيل من الإخوة طلب فرصة، والشيخ محي الدين عنده تعليق ونديك الفرصة إن شاء الله. أخونا طيب الحمد لله والصلاة والسلام. بس أنا عندي تعليق في 3 دقائق أو 4 دقائق على نفس الصوفي. طيب أنا بس دار أوريك عشان تشوف الزول ده متناقض كيف، متناقض تناقض عجيب جدا. هو قبل لما جاب الرواية الباطلة وأبد تيجي معه إلا صلحناه نحن بتاعت عبدي اعبدني اجعلك تقول لشيء كن فيكون، ودار يصل لشنو؟ دار يصل انه شيوخ الصوفيه فعلا بيقولوا للشيء كن شنو؟ فيكون، استدلالا على شنو؟ على الحديث الباطل اللي هو جابه.
نسألك سؤال وما قاعد يكتب. شوف نحن من قبل شايلين أوراق ونكتب، وشهاب كاتب له ورقتين وأنا كاتب ورقة ونص، هو ما كاتب أي حاجة ولا ورقة صغيرونة ما كاتب، بس قاعد يكورك. نسألك سؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للشيء كن فيكون؟ استنادا على الحديث اللي جبته أنت، هل كان بيقول للشيء كن فيكون؟ إذا قلت أيوة، أول شيء نطالبك بدليل، ثم ثانيا نقول لك معقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للشيء كن فيكون والمشركين يكتلوا أصحابه في غزوة أحد؟ ليه ما قال لهم أيها المشركون كونوا حجارة؟ ليه يرضى إنه أصحابه يكتلهم وهو قادر يقول للمشركين كونوا حجارة؟ طيب إذا قلت ليلى، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول لشي كن فيكون استنادا على الحديث اللي جبته إنت. نسألك تاني سؤال، شيوخ الصوفية أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الرسول ما بيقول لشي كن فيكون، يجي شيوخك إنت شيوخك أنت يقولوا لشيء كن فيكون؟ إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم الشيوخ ديل أحسن منه، تكون كفرت وريحتنا مرة واحدة. إذا قلت لا الشيوخ ما أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لك طيب الرسول ما بيقول كن فيكون، الشيوخ كيف يقولوا كن فيكون؟ انتهيت ولا ما انتهيت؟ رقدت صلاة تقال صوفي بيغلبنا؟ والله ما بتغلبنا. مش لو قاعد تقرأ طب بيقرأ طب الودة ولا شنو؟ والله لو قاعد تقرأ فوق للطب ذاته ما بتغلبنا ولا بنحتاج ننظم معاك كثير، نقاش منطقي. هسه كلام اللي قلته انا ده، انا متاكد لو دخلته قلت له قول بس الكلام اللي قلته انا اقوله، ما بيقدر يقول، ما بيقدر. عرفت الحاصل؟ طيب ثانيا اسكت يا زول، احترم نفسك واقعد برا، احترم نفسك، ما تخلينا نستخدم معاك برنامج ثاني، احترم نفسك واقعد برا. طيب النقطه الثانيه، خشه قال لي انت قلت قلم القدره، يعني انت ما عارف القلم ده شنو؟ قال لي القلم ده هو القلم اللي الله خلقه وقال له اكتب. اول شيء خلقه الله عز وجل القلم. ايوه، معناته انت بتقر انه الله رسل لاحمد الطيب رساله، ولا ما كده يا اخوان؟ بتقر انه الله فعلا بقلم القدره رسل لاحمد الطيب ابن البشير رساله. ولو اقريت بالكلام ده برضو تكون كفرت وريحتنا منك، ولا ما بيكون كفر؟ تكون كفرت مرة واحدة وريحتني منك. طيب ثانيا انت جبت الدليل ده، اقريت الكلام ده المكتوب في الكتاب، وقبل جبت الدليل اقريت الكلام المكتوب في الكتاب الثاني، وبعد ده كله تجي تقول في الكتب دي ما حقتنا؟ ده ما تناقض يا اخوانا؟ يا اخوانا الكلام ده واقع عليكم؟ ما هو اقر الكلام، اقر الكتاب بدليل انه دار يجيب دليل انه ده قلم القدره، وهناك دار يجيب دليل انه الشيخ بيقول كن فيكون. اذا هو مقر الكلام الوين؟ في الكتاب. بعد ده كله يجي يقول الكتاب ماله؟ فيه مدسوس والكتاب ما حقنا. ده ما تناقض؟ تناقض ليس بعده تناقض. شكد اي صاحب باطل تلقاه متناقض في كلامه، اي صاحب باطل تلقاه متناقض في كلامه. اخر حاجه، قبل جابل النقاب وما النقاب، ومن برا قاعد يكورك، في فرق بين النقاب والحجاب، وقبيله هو طالع قال الديني هل النقاب من القرآن والسنة؟ قال إذا قلت من القرآن والسنة بخش لك، وإذا قلت ما من القرآن والسنة برضو بخش لك. يعني أقول لك من وين يعني؟ من خور طقت ولا الحاصل شنو؟ أنت دار تخش في كل الأحوال، أقول لك من وين يعني؟ ثم ثانيا يا أخواننا، في زول فيكم بيرفض انه اخواته يكون مستورات؟ البيرفض يرفع اصبعه يا طلاب، البيرفض انه اخواته يكون مستورات وما في راجل عائلين يرفع عليه اصبعه بس، الا هذا الصوفي لانه عنده مشكله مع الحجاب. من قبل بيكورك لا والحجاب وفي فرق والنظام والحجاب، انت على كيفك، انت بترضى في اهلك على كيفك، لكن الطلاب ديل ما بيرضوا، ولا ما كده يا طلاب؟ ايوه انت بتمشي شوف شغلتك يا زول. طيب اذا كده موضوع انتهى، وين الزول الجبال داري يخش بيه جاي؟ اي تعال خش دقيقه، اصبر ما جبال اديناك فرصه يا اخي، اصبر ادي للزول الما خشه ده ما اخذ فرصه، اقعد